صباح الخير والأمل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم نهاية الأسبوع. دايما بسعد بصحبتكم كل خميس وجمعة من 9 ل 11 ونص صباحا لمناقشة أهم الأخبار والأحداث وكمان كل اهتمامات الشارع المصري والأسرة المصرية. النهاردة يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 9 صباحا بتوقيت القاهرة، إن شاء الله يا رب يكون يوم سعيد على كل اللي بيشوفونا. وعندنا النهاردة يمكن فقرات متعددة ومجموعة أيضا من التقارير المتنوعة. طبعا زي كل يوم جمعة وزي ما عودناكم هنبتدي طبعا بقراءة في أهم وأبرز أحداث الأسبوع الماضي، وهيكون منورنا للتحليل في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الأستاذ عادل السنهوري رئيس تحرير صوت الأمة. أما في فقرتنا الرئيسية الثانية وزي ما عودنا حضراتكم دايما كمان كل يوم جمعة أن احنا دايما بنتكلم في ملف اجتماعي أو قضية اجتماعية. احنا يمكن اتكلمنا عن الحرية الشخصية او حدود الحرية الشخصية بين الازواج قبل كده، بس النهاردة هيبقى الموضوع على نطاق اكبر شوية لان احنا هنتكلم عن الحرية الشخصية بشكل عام. في حدود للحرية الشخصية او للخصوصية عند كل واحد بتكون وفقا لحسب ما تعود، لحسب نشأته، لحسب المجتمع اللي اتربى فيه او اتعود عليه. الحرية الشخصية او اقتحام الخصوصية دي ممكن توتر الشخص اللي بيحس ان في حد بيقتحم خصوصيته، وبالتالي بيكون عنده شيء من العنف في التعامل او العصبية في التعامل. ده بالنسبة لافراد مثلا اسرة، لقرايب، لاصحاب، ممكن يتضايقوا من بعض او حتى ممكن كمان يخسروا بعض لو تم اقتحام خصوصيتهم او تم يعني اقتحام حريتهم الشخصية. طيب انا يعني في ناس بتعتبر حاجات معينه ان هي يعني عادي مشاع لكل افراد الاسره او العيله او كذا، وفي ناس بتعتبر ان لا مش اي حاجه اقدر اتكلم فيها ولازم يكون عندي خصوصيه وحاجات محدش يعرفها غيري انا بس. ده بالنسبه لو اتكلمنا في الموضوع في العموم او في افراد الاسره او في نطاق المعارف الاصدقاء. لو بقى بين الزوجين بتبقى الموضوع كمان اصعب شويه لان كل واحد بيعتبر ان طالما خلاص اتجوزوا يبقى مفيش حدود للحريه، وده طبعا او حدود للمساحه الشخصيه يعني عشان نكون اكتر دقه، وده طبعا بيعمل برضو شويه مشاكل. عموما احنا هنتكلم وهنناقش كل ده مع ضيوفنا اللي هينورونا في هذه الفقره، استاذ عبير سليمان الكاتبه المتخصصه في شؤون المراه، والاستاذ عصام عجاج المحامي بالنقد، وايضا الكاتب الصحفي استاذ ايهاب معوض استشاري الارشاد الزوجي، عشان نعرف برضو في النقطه اللي هي بين الازواج دي في حدود للحريه ولا لا. اعتقد ان انتوا عندكم برضو قصص كتير خاصه بالموضوع ده سواء مع الزوج او الزوجه او حتى لو مع شركاء حياتكم بقى من أفراد الأسرة أو من الأصدقاء أو من المعارف. فقرتنا الأخيرة الحقيقة هيكون لنا لقاء خاص مع موهبة يعني متميزة، إسلام وسارة مواهب متميزة الحقيقة. إسلام وسارة عندهم موهبة في الرسم بس رسم بأساليب مبتكرة ومش تقليدية، وطبعا هنعرف هم ازاي بقى بيقدروا يرسموا بأي حاجة، يعني بالقهوة، بالنسكافيه، بالعسل، بالمكرونة، بالرز، بأي حاجة بيقدروا يرسموا بأي حاجة متاحة قدامهم. هنشوف هم هيقدروا يقدموا لنا ايه وهنستعرض موهبتهم في فقرتنا الأخيرة. مستنيه كل اتصالات ومشاركات حضراتكم على ارقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشه او على اس ام اس 1781. كمان يسعدني ان استقبل كل تعليقاتكم ورسائلكم على صفحه برنامجنا نكتب بالعربي نهايه الاسبوع. من الحاجات برضو اللي انا يعني لازم اقولها لكم ولازم برضو لما يكون في حاجه ايجابيه ان احنا نذكرها، امانه القاهره بحزب مستقبل وطن قامت الحقيقه مؤخرا بتوزيع عدد 1500 حقيبه مدرسيه وبداخلها كمان بعض الادوات اللي
المدرسية للطلبة الأكثر احتياجا المقيدين بدائرة منشية ناصر. وزي ما احنا شايفين كمان الأطفال كانوا مبسوطين جدا بهذه المبادرة. 1500 حقيبة مدرسية بداخلها بعض الأدوات المدرسية، ده اللي قاموا بيه الشباب زي ما احنا شايفين. ودي بقى الصور اللي كانت موجودة، أحسن حاجة أو ما يعني، طبعا دي طبعا المبادرة كلنا نعمل من أجل مصر. الحقيقة الشباب هنا عاملين شغل كويس قوي، ليه علاقة كبيرة بالتضامن، يعني ليه علاقة كبيرة بالتكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي في دخلة المدارس. قد إيه بيكون في ناس محتاجين لده، وبالنسبة لهم حكاية شنطة المدرسة دي ممكن تبقى بسيطة بالنسبة لأي حد بيسمعنا دلوقتي، بس تبقى حاجة كبيرة جدا بالنسبة للأطفال اللي بيعانوا من العوز والفقر. فالحمد لله يعني تم توزيع 1500 حقيبة زي ما احنا شايفين على 1500 طالب. كمان بتاريخ 17 أكتوبر طلاب أسر طلاب من أجل مصر شباب جمال في جامعة جنوب الوادي، كمان بتنسيق مع جمعية المحاربين القدماء عملوا برضو زيارة لعدد من 4 من أسر الشهداء ومصابي العملية العسكرية الشاملة، العملية الشاملة سيناء 2018، وراحوا لهم بيوتهم، راحوا لهم محل إقامتهم الحقيقة، وقدموا لهم هدايا، وقدموا لذويهم طبعا لذوي الشهداء، قدموا لهم هدايا كيعني اعتراف والحقيقة عرفان وشكر طبعا بالتضحيات اللي بيقدموها في سيناء حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. وده كمان يعني نظموا أسرة الطلاب من أجل مصر وجامعة الفيوم كمان ندوة تثقيفية بمناسبة انتصارات أكتوبر، بنحيي طبعا الشباب دول. ونظموا كمان في جامعة السويس معرض لبيع الكتب بأسعار رمزية، ودي برضو من الحاجات اللي يعني وجبنا بيها جدا. كان المعرض من 17 ل 25 وهم قاموا بالمعرض ده بالكامل، والحقيقة الكتب كانت أسعارها يعني رمزية وقليلة جدا. وشارك معاهم على فكرة مجموعة من دور النشر، وشارك معاهم كمان دور نشر عربية مش مصرية بس، وأعضاء هيئة التدريس والأسرة كمان في جامعة المية الملتقى الطلابي الرابع لكلية الزراعة، تضمنت بعض الفقرات اللي كان فيها غناء وشاعر. والحقيقة خط الثقافة اللي هم ماشيين فيه مع طبعا خط التكافل الاجتماعي واضح جدا. هم كمان بيوزعوا على أصحاب المواهب دي بعض الهدايا يعني الرمزية، يعني برضو تقديرا منهم لهؤلاء الشباب. كمان في عملوا كمان نظموا كمان أسرة من أجل مصر تنسيق مع المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان لأني رجل. الندوة دي كانت في جمعية أو كان في قاعة الاجتماعات بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي لمناقشة، كانوا بيناقشوا أهمية دعم الرجل للمرأة في مجال التعليم، مشاركة الرجل للمرأة في كل أعباء الحياة، طبعا مناهضة العنف ضد المرأة، وكذا احتفالية كانت بمناسبة طبعا انتصارات حرب أكتوبر. وكمان نظموا من في جامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان نصر أكتوبر، دي كانت في قاعة المؤتمرات الكبرى كلية الأداب بالجامعة طبعا، وكان بينسقوا مع مديرية الثقافة بكفر الشيخ طبعا، تحياتنا ليهم على كل المجهود اللي قايمين بيه مش بس في القاهرة والجيزة، لا هم الحقيقة في محافظات كتيرة. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده الخط بتاع الثقافة مع التكافل الاجتماعي، ودي يمكن يعني ثقافة احنا كنا مفتقدينها شوية يعني مع طبعا الأحداث، ومع ان احنا كان عندنا شوية مشاكل، بس يعني هي دي أخلاق المصريين الحقيقية اللي بنتمنى ان احنا طبعا يبقى ده العادي بتاعنا، ويبقى ده الطبيعي بتاعنا ان احنا نرجع تاني زي ما كنا. تحياتنا طبعا ليهم. طيب تعالوا بقى نشوف كمان تقرير دلوقتي مع بعض. والحقيقة دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين المجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري بفرع الأيوبية،
وأنشأوا دار إيواء للفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر، من بقى يعني إتجار بالبشر زي مثلا جواز قاصرات او الحاجات اللي احنا يعني الصعبه اللي احنا بنسمع عنها، فعملوا لهم دار ايواء. على فكره دار الايواء دي فيها كل الخدمات الصحيه والنفسيه والتعليميه والاجتماعيه اللازمه ان هم يعيدوا تاهيل البنات والسيدات دول عشان يقدروا ان هم يندمجوا مره تانية في المجتمعات ويتاكدوا من ان هم كمان بيساهموا في المجتمع بطريقه فعاله وطريقه ايجابيه. نشاهد. الحقيقة وقعنا بروتوكولين مهمين مع وزارة التضامن الاجتماعي، الأول خاص بحماية حق الفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر بإنشاء مأوى لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتوفير الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لهم وعدم انخراطهم مرة أخرى في الوقوع فريسة لجريمة الإتجار بالبشر. وقعنا أيضا بروتوكول مهم خاص بالأطفال بلا مأوى، وهم الأطفال اللي برضو معرضين لخطر الوقوع في فريسة الإتجار بالبشر. النهاردة كنا بنوقع بروتوكول تعاون لإنشاء أول دار إيواء لضحايا الإتجار بالبشر من الفتيات والنساء بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين المجلس القومي للطفولة والأمومة وبين فرع الهلال الأحمر المصري بالأليوبية، وده إن شاء الله هيبقى أول دار في مصر كلها بترعى هؤلاء الضحايا. الرعاية هتبقى رعاية معيشية كاملة طول اليوم، هتبقى كمان في رعاية اجتماعية، رعاية نفسية، إعادة تأهيل نفسي وبدني واجتماعي لدمج الفئات المستضعفة اللي هم الفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر في المجتمع مرة أخرى، وعشان نستثمر إمكانياتهم وقدراتهم عشان يرجعوا للمجتمع بشكل أفضل. إحنا النهاردة بصدد توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة. في الحقيقة البرنامج بيمثل الوزارة في هذا البروتوكول، وده في إطار التعاون المستمر ما بين الوزارة والمجلس القومي فيما يتعلق بالأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال بلا مأوى. الحقيقة البرنامج لديه وحدات متنقلة بيعمل عليها جهاز وظيفي من أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين ومسعفين وأخصائيين إدارة حالة. هذه الوحدة تتنقل في المناطق اللي بيتواجد فيها هؤلاء الأطفال. احنا بنشتغل في ايه؟ بنشتغل ان احنا زي ما قالت الوزيرة غادة والي، عندنا قانون جيد جدا، كل العالم بيقول انه من افضل قوانين مكافحة الإتجار في البشر 64 سنة 2010. تنفيذه بيتطلب اجراءات معينة. ان انشاء دار مأوى لضحايا الإتجار في البشر شيء اساسي. عندنا دور مأوى أخرى تابعة للتضامن تابعة للطفولة والأمومة، لكن اللي يبقى واحد مخصص مشكل بطريقة فنية علمية صحية لاستيعاب الضحايا وبعد كده يأهلهم للخروج إلى المجتمع، ده شيء مهم للغاية. احنا النهاردة بنعمل بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وطبعا عندنا كمية كبيرة قوي من أولادنا من ذوي القدرات الخاصة يعني بيقدروا يعملوا أعمال فنية وأشغال يدوية في البيت، وبنحاول نسوقها لهم. وفي نفس الوقت في أولاد كتير بيقدروا يعزفوا موسيقى وعندهم موهبة الغنى، بنحاول نظهر من خلال مؤسسة أولادنا للفنون مواهبهم كلها، وإحنا بنركز على الفن لأن الفن أسهل وسيلة للتعبير عن النفس. وطبعا الفن له دور كبير جدا جدا في دمج في المجتمع.
أهلا بكم مرة تانية مشاهدي نهاية الأسبوع وفقرتنا الصحفية الأسبوعية. والنهاردة طبعا منورنا في هذه الفقرة للتحليل كاتب الصحفي الأستاذ عادل السنهوري رئيس تحرير صوت الأمة. أهلا بك يا أستاذ عادل. أهلا بك يا زماء. صباح الخير. وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. عندنا كذا حدث, خلينا نتكلم في الحدث الأبرز وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا, والحقيقة مشاهد كلها مطمئنة ومشرقة في هذه الزيارة سواء على المستوى الاقتصادي السياحي مكافحة الإرهاب. عندنا كذا يعني محور كتير. أو كذا ملف نتكلم فيه. أبرز حاجة لفتت نظر حضرتك في الزيارة أو في هذه القمة كانت إيه؟ يعني أعتقد يعني من أبرز المشاهد في هذه الزيارة بتختلف كثيرا جدا عن الزيارات السابقة. هذه الزيارة الخامسة أو الستة للرئيس عبد الفتاح السيسي, واللقاء التاسع زي ما بيقولوا بينه وبين الرئيس بوتين. فأعتقد أنه هذه الزيارة تختلف, لأن أنا أعتقد أنه يعني فتحت عصر جديد من العلاقات ما بين مصر وروسيا. ربما البعض يرى أنها كمان تتجاوز في قوتها وعمقها الآن ما كان ما بين الجانبين في الخمسينات وفي الستينات. يعني أعتقد هذه الزيارة رغم الملمح الاقتصادي اللي فيها إنما كانت زيارة سياسية بامتياز. كان فيها ملفات كثيرة جدا سياسية تهم الطرفين, إنما كان البعد الاقتصادي ليس غائبا كما هو لا يغيب دائما عن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي. دائما في كل زياراته الخارجية بيبقى أهمه الأول والأولوية الأولى انعكاسات هذه الزيارات على الاقتصاد المصري ودعم وتدعيم العلاقات التجارية الاقتصادية ما بين مصر والدول الخارجية. فبالتالي أنا أعتقد أنه زيارة الأخيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يعني تمخض عنها من توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي, ده شيء مهم جدا برضه عشان الناس تعرف أنه ده بيتيح لمصر أشياء كثيرة جدا في التعاون ما بين البلدين بعد توقيع هذه الاتفاقية. صحيح. سواء على الجانب الاقتصادي او على الجانب ايضا التقني الحديث وعلى الجانب العسكري ايضا. مصبوع. يتيح الاستخدام يعني اعتقد في مواجهه محاربه الارهاب. اعتقد انه يعني بعد هذه الاتفاقيه وهذه الشراكه ان احنا يعني هنشوف يعني تقدم نجاح كبير جدا في مواجهه الارهاب, لانه اعتقد روسيا لديها من التقنيات الحديثه يعني بكل معناها اللي هي تستطيع ان هي تواجه الارهاب من خلال التعاون مع مصر بعد توقيع هذه الاتفاقيه. فبالتالي اتفاقيه الشراكه الشامله زي يمكن احنا كلنا كنا دائما بنقول ان احنا نعيش مرحله جديده, احنا مش عايزين مساعدات, مش عايزين قروض, احنا عايزين شراكات. وده ما اشار للرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته انه ان احنا بننتقل مرحله التبادل التجاري التقليدي الى مرحله الشراكه الشامله. يعني بمعنى وهذا ايضا ما يعني تسعى اليه روسيا. يعني روسيا بعد بوتين هي ليست الاتحاد السوفيتي. يمكن ذكرت ده قبل كده انه الرئيس بوتين لما جاء وقال خطاب شهير جدا انه الجمعيه التعاونيه السوفيتيه اغلقت ابوابها الى بلا رجعه. بمعنى ان العلاقات ما بين العالم الخارجي ومع روسيا هي علاقات قائمه على الاحترام وعلى المصالح المشتركه. يعني علاقات زي بيسموها هات وخد. يعني زي ما تاخد مني بالظبط. زي ما تاخد مني لازم تديني. فبالتالي انا اعتقد انه المرحله اشار اليه السيسي في كلمته سواء امام المجلس الفدرالي السوفيتي او في المؤتمر الصحفي مع الرئيس بوتين انه ان العلاقات المصريه الروسيه تنتقل من مرحله التبادل التجاري الى مرحله الشراكه الحقيقيه. زي روسيا ما اعلنت انه عن المنطقه الصناعيه فهي تستفيد ايضا, لانه مصر هي بوابه
يعني بوابة أفريقيا، فبالتالي الدخول لأسواق الأفريقية سيتم من خلال مصر. فهذا يسب أيضا في المصلحة الروسية أو حتى أي مصلحة أي دولة هتيجي تعمل استثمارات، فهي استثمارات ليست بلا مقابل، سوف تستفيد منها مصر وتستفيد منها أيضا روسيا. هي ملفات كثيرة نستطيع أن نعمل نقشها. تمام. يعني حضرتك برضو بتقول أن الزيارة السياسية في المقام الأول، يمكن تناولت برضو مشهدين هذه الزيارة. كان المشهد اللي قال فيه الرئيس صراحة أن الحلول السياسية هي الحلول يعني النهائية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية بالكامل، فيما يخص سوريا، فيما يخص ليبيا، فيما يخص فلسطين. اتكلم ان قال لا بديل عن الحل السياسي اللي الجميع بيطالب بيه طول الوقت، وكان في طيات كلام الرئيس علامة استفهام لماذا لا يعني لا نتبع هذا الحل السياسي، او المجتمع الدولي لا يتبع هذا الحل السياسي لحل هذه الأزمة. طيب خلينا نقول الملفات السياسية. احنا عندنا يمكن اربع ملفات بعيدا عن العلاقات الثنائية. انت عندك سوريا، وعندك ليبيا، وعندك الإرهاب، وعندك القضية الفلسطينية. فبالتالي أنا أعتقد أنه في الملفات الأربعة، يعني القضية الفلسطينية المواقف كلها معروفة يعني منذ بداية الأزمة. ربما الموقف في سوريا يعني من بعد 2013 ثورة يونيو، وأن موقف مصر يعني أصبح موقف واضحا من الأزمة في سوريا، وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أنه كان موقف مصر واضح تماما من الأزمة السورية، وكان مصطلح الدولة الوطنية اللي دائما ما كان الرئيس بركز عليه في خطاباته وفي أحاديثه هو ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية. وده كان بينم عن وعي استراتيجي عالي جدا، يعني من رجل دولة حقيقي، لأنه تعرف أنه سوريا ومصر تاريخيا وجغرافيا مرتبطين جدا مع بعض. الأمن في سوريا يأثر على الأمن في مصر، والعكس أيضا صحيح. الارتباط الأمن القومي المصري والأمن القومي السوري أعتقد ارتباط وثيق. فبالتالي فكرة تمزق سوريا بالتأكيد له تأثير سلبي على مصر وعلى مصر المنطقة بشكل عام. لأنه أعتقد أنه مصر القاهرة ودمشق مع الرياض هما الثالوث اللي هو بيشكل الأعمدة الرئيسية في النظام الإقليمي العربي. فبالتالي كان حرص الرئيس دائما على الحفاظ على الدولة الوطنية في سوريا، الحفاظ على الجيش الوطني في سوريا، الحفاظ على المؤسسات الدولة أيا كان بغض النظر من هو الحاكم. أنا بتكلم هنا على دولة هي الأبقى. فبالتالي كان دائما تركيزه على ذلك. ولا ننسى طبعا يعني قبل 2013 موقف الجيش المصري من عدم التورط في الأحداث في سوريا. فبالتالي تأكيدات مصر وسعي مصر ودعوتها دائما إلى أنه الحل السياسي هو الحل الأمثل والحل الوحيد للأزمة في سوريا. وأعتقد أنه ده اللي غير مواقف دول كثيرة جدا في المنطقة، دول إقليمية في المنطقة ربما كان لها يعني مش عايز أقول تورط، إنما كان لها تدخل في الأزمة السورية. موقف مصر أعتقد عاد مرة أخرى المواقف الأخرى إلى طبيعتها، بمعنى إنه ما فيش حل غير حل السياسي. تمام. التأكيد على هوية الدولة الوطنية، مؤسسات الدولة الوطنية في سوريا، إنه الجيش والمؤسسات الأمنية هي القادرة على حفظ الأمن وحفظ السيادة والحدود. هذا توافق مع الرؤية أيضا الروسية، وكان نظر للارتباك الغرب ونظر لفشل المبادرات، ونظر كمان أنه الفترة اللي فاتت قبل حتى مرحلة الرئيس ترامب، رئيس أمريكا ترامب، شفنا في إدارة الرئيس أوباما يعني نوع من التخلي والانسحاب عن أزمات الشرق الأوسط. فكان ده فرصة ربما بعد ثورات أو ما يسمى بثورات الربيع العربي، فرصة لروسيا بوتين أن يكون لها موطئ قدم في المياه الدافئة في البحر المتوسط، وهو ما كانت تسعى إليها دائما. فبالتالي أنه كانت الأزمة السورية والاستدعاء الروسي من قبل سوريا الشقيقة للأزمة، وما قدمته روسيا
من دعم عسكري يعني أدى بالفعل ساعد كثيرا جدا في بسط الشرعية والهيمنة الدولة السورية على غالبية الأراضي. أعتقد إنه ده جاب التوافق مع الرؤية المصرية اللي هي شايفة إنه الحل السياسي وليس الحل العسكري لا وجود للإرهابيين في الأراضي السورية، أن المؤسسات الدولة القادرة على بسط السيادة. كمان انه قال عليه الرئيس في كيان دولة بغض النظر عن يعني مين اللي بيحكم هذه الدولة مين رئيس هذه الدولة، انا بتكلم على دولة شقيقة مصالحها من مصالحي انا كدولة، والأذى اللي يلحق بسوريا يلحق بمصر بالتالي، منطلق مسؤوليات مصر القومية. ما ينفعش يعني بصراحة اللي كان المهزلة اللي كانت هتحصل في قبل 2013 دي كانت مهزلة بكل معنى الكلمة وغباء سياسي، انما مصر بمنطلق مسؤوليتها القومية تدرك ماذا تعني سوريا بالنسبة لها. وأعتقد أن أنت يعني شايفة حتى لغة الخطاب وبدأت يعني فكرة أنه بعض التصريحات بتطلع أنه ضرورة عودة سوريا إلى مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية. هذه المرة كمان أنه في متغيرات على واقع الأرض، المعادلة متغيرة الآن، فبالتالي فكرة أنه مصر وروسيا الآن بيدفعوا نحو دعم المجهود المبعوث الأممي لمن لجنة صياغة الدستور الجديد، فكرة الرفض اتفاق على رفض عمل ممرات امنه للارهابيين لنقل الارهابيين الى دول اخرى خارج الاراضي السوريه، ومطالبه الدول بانها ما توفرش اي ملاذات امنه وممرات امنه لارهابيين او تنظيمات الارهابيه الموجوده في سوريا، ده اتفاق ايضا ما بين روسيا ومصر. فانا اعتقد انه بعد هذه الزياره اعتقد انه هناك يعني نتائج ايجابيه جدا بالنسبه للازمه السوريه. اعتقد ان احنا هنشوف كمان مردودها الفتره اللي جايه طبعا في ليبيا. يعني لو قلنا كمان القضيه الليبيه لانه دي قضيه مهمه جدا بالنسبه لمصر، وكمان ايضا بالنسبه لروسيا، وانه وخاصه انه من بعد يعني العلاقات قديمة جدا ما بين ليبيا القذافي وما بين الاتحاد السوفيتي القديم، وكان هناك يعني ما بينهم تعاون عسكري كبير وتعاون اقتصادي كمان. يعني ربما بعض هذه المشاريع بدأت تعاد مرة أخرى على السطح، إنه روسيا ممكن تعملها في ليبيا، خاصة بعد زيارات كثيرة جدا تمت من بعد أحد الأحداث اللي حصلت في ليبيا، وكان عبد الله الثاني راح روسيا، المشير خليفة حفتر راح روسيا، ففي هناك يعني تقارب وجهات النظر بين روسيا ومصر بالنسبة للأزمة الليبية اللي هي برضو نفس الحكاية، إنه ضرورة تقوية الجيش الوطني بسط هيمنة الدولة على الأرض، أن المسؤول عن الأمن في ليبيا هي مؤسسة الدولة الشرعية وليست الجماعة. وأعتقد أن الجانب الروسي قابل ده برضو بهذه يعني وجهة النظر دي بالترحاب، لأن خلاص يعني أعتقد أن الحقائق ابتدت تتكشف بشكل كبير. إذن التوصيات اللي خرجت بها القمة أكيد هنشوف مردودها سواء على مستوى الشأن العربي أو المستوى الاقتصاد المصري أو السياسة المصرية زي ما أستاذ عادل بيقول، أعتقد أن احنا هنشوف صداها قريبا جدا. طيب أستاذ عادل، في برضو خلينا ننتقل بقى محليا، والحقيقة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عنده حالة يعني نشاط كبيرة جدا، سواء في المركز المعلومات لطبعا نفي الشائعات اللي تكلمنا عنها كذا مرة وكان أبرزها امبارح، أو في الجولات اللي بيقوم بها دكتور مصطفى مدبولي، يعني عمل الحقيقة كذا جولة ميدانية في المحافظات، كان بيهدف من هذه الجولات أنه يتعرف على مشكلات أهالي هذه المحافظات وطبيعة المشاكل دي وطبيعة المحافظة نفسها، علشان يبقى الحل مناسب، يعني ما يبقاش حل على ورق كده وخلاص. يمكن شاف تحديات وشرح التحديات للسادة المواطنين، التحديات اللي بتواجهها الدولة وفيها، يعني هو زار مثلا أهلية، زار كاتبة بورسعيد، يعني راح كده كان الصعيد سبع أيام تقريبا في محافظات الصعيد بالضبط، قعد سبع أيام في محافظات الصعيد، يعني يمكن ما كانش فيه النشاط ده من رئيس وزراء قبل كده، يمكن كان يعني مش او ما كانش ملحوظ بالشكل ده. طيب. ف
فمشروعات بتقام في عدة محافظات بعد ما كانت بس المشروعات متركزة في القاهرة والجيزة واسكندرية، يعني كان في بس في العاصمة، إنما دلوقتي بقت المحافظات وفقا لطبيعة كل محافظة ووفقا أيضا لمتطلبات سكان هذه المحافظة. دلالات الزيارات أو جولات دي إيه؟ طيب أنا هبص للزيارات دي من عدة جوانب. الجانب الأول اللي انت قلتيه اللي هو متابعة المشاريع، انه التنمية اصبحت الآن في مصر ليست قاصرة فقط تنمية مركزية، مش قاصرة على محافظتين او ثلاثة، انما اصبحت في اطار خطة 2030 هي تنمية افقية مستدامة. فبالتالي هي موزعة على كل انحاء الجمهورية، وخاصة تحديدا الاهتمام بمحافظات الصعيد والخطة التنمية الموضوع بالنسبة للصعيد. واحنا شفنا الأربع سنوات اللي فاتوا انه يعني حجم الاهتمام بمحافظات الصعيد كان قد ايه. الجانب الآخر ايضا تنمية المحافظات الأخرى وتنمية الموارد في المحافظات الأخرى، فهذا الشق الأول الطبيعي جدا أن يقوم به الكبير يعني أو كبير المسؤولين أو رئيس الوزراء لهذه المحافظات. فبالتالي على الأقل يدي اهتمام، يدي إحساس، لأنه أنتم مش بعيد عننا، أنه أصبحت القاهرة مثلها مثل المنصورة مثل الدقالية مثل كفر الشيخ مثل هنا مثل سوهاج. يعني أن المسؤول الصوت الأول هنا بيوصل لأي حد، يعني صوت أي مواطن في أي محافظة لازم بالضرورة يوصل. بالتالي أنه ده كمان يدي إحساس للمواطن أنه ليس مهمل، أنه ليست القاهرة هي التي تستحوذ على كل الاهتمام، ليست هي مقر الحكومة، واخد بال؟ بالعكس، انه الحكومه هي اللي بتروح رئيس الوزراء المقر في ثلاث محافظات في الصعيد حوالي اسبوع كامل. فده شيء رائع جدا انه يروح محافظات الوجه البحري، ده شيء جميل جدا. الشق الثاني اللي انا شايفه للامانه، وده اللي عايز اتناقش فيه بجد، اللي هو كمان انه بيدي رساله للساده المسؤولين في المحافظات بانه بصراحه انه يعني فكرة التعامل القديم اللي مش هو اللي احنا عاوزينه دلوقتي، الأداء التقليدي القديم والروتيني القديم مش هو اللي احنا عاوزينه دلوقتي، احنا عايزين ناس مسؤولين ياخدوا قرارات قادرين على طرح أفكار. لو يبقى شايف بعينه ايه اللي بيحصل. ما انا جاي حضرتك اهو، يعني بصراحة يمكن انا معلش هسطت شوية في النقطة دي، انه ياخد قرارات. انت منتظر رئيس الوزراء، معلش يعني مع احترامي وانا كاتب ده بكرة، انت منتظر رئيس الوزراء يمر يشوف مستشفى بقاله 20 سنه خرابه؟ وانت ما شفتهاش طول ال 20 سنه يعني. السيد رئيس الحي، السيد رئيس المدينه، السيد المحافظ، يعني انت ما شفتش؟ وهي مش مساله، ده مش قطاع خاص، ده مشاكل حكوميه ما بين وزاره ومحافظه وما بين مقاولين حكوميين برضو. فبالتالي هل انت 20 سنه ومبنى خدمي ومبنى مهم جدا، كلمه على مستشفى، معقول ان انت ما شفتش هذه العيوب؟ يعني هل الناس منتظره مسؤول الكبير؟ ما هي دي بقى، احنا عايزين نفكك المركزيه. بعد ما فككناها المركزيه الصلبه، فككناها في المشاريع، عايزين نفككها في العقول ايضا. انا مش منتظر ان انا السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهوريه يزور المحافظه عشان يشوف مشروع متعطل، عشان يشوف مشروع واقف على موافقه وبقاله 10 سنين ما تنفذش. فبالتالي انا يمكن طلبت، وكان في اجتماع امبارح او امبارح اظن، انه لا، لازم يكون في اليه، لانه حسب القانون او الدستور انه المحافظ ايضا له سلطه رئيس الجمهوريه في الاقليم بتاعه. فبالتالي لازم تاخد قرار. رئيس المدينه، ما انا برضو منتهش احيانا من مهم جدا المحافظ يزور كل المدن، لكن فين الساده رؤساء المدن؟ رئيس المدينه لازم يبقى عندنا يعني بالفعل سيستم عمل مختلف، عقليات مختلفة، ويجب ان يكون، لانه بصراحة يا استاذ مها، فكرة انه موظف رئيس المدينة او رئيس الحي وهو يعني مش هيتعاقب كده كده، او الا اذا كان حصل قضيات اختلاس كبيرة، او قضيات أو حاجة كبيرة يعني. انما الاداء هو يتعاقب على الاداء على فكرة بالظبط. عشان كده لما يعني ومش يعني قصدي يتحاسب على ادائه
مش حكاية بقى عقاب بس ولا لا، يتحاسب إذا كان عامل حاجة كويسة نشيد بيه ونتكلم عنه، إذا كان عامل حاجة وحشة نقول ده عامل حاجة وحشة علشان ما ينفعش كده، علشان الصالح العام. مش بقول إن هو عامل حاجة وحشة شخصيا يعني، بس بقول إن هو علشان الصالح العام. حضرتك تفتكر يا أستاذ عادل إن هذه الجولات ممكن تحرج الموظفين أو رؤساء المدن أو المحافظين بهذا الشكل إن هو بيروحوا؟ ده بقى جميل. ايوه هيتحرق مثلا اسبوع اسبوعين لغايه لما المشروع يتحل وخلاص. لكن انا عايز اقول لك حاجه، بس هتطرق كمان نقطه ثانيه. يعني وزاره التخطيط اطلقت ما يسمى بجائزه التميز، الاداء الحكومي المتميز. بالظبط كده. عايز كمان يعني ثواب وعقاب نفسها، يعني بقى ده تحت اشراف يعني لجنه معينه او وزاره معينه، اداء المحافظين واداء رؤساء المدن واداء رؤساء الاحياء سنويا. انا بتكلم جدي بقى، هناك تقارير، لانه بصراحه ان الرئيس الوزراء يشوف مستشفى 20 سنه لا ده تكشف عن كارثه. لان انا شديد جدا انا بقى طالب بقى انه في كل المحافظه، انه انا كنت طالبت رئيس الوزراء، طب انت زرت محافظه محافظتين وشفت المشاريع المهمله دي، اصول دوله، ده اموال عامه مهدره الكل يعني 20 سنه تخيلي. طب دي كانت هتضر على الدوله قد ايه، كانت هتقدم خدمات للمواطنين قد ايه. انا بكلمك عن نموذج واحد في مدينه، انا مش عايز اقول لك ان في كل مدن مصر، وانا بقول لك من وانا واثق من ده، في كل مدن مصر هناك اصول دوله مهمله، هناك موارد دوله مهمله بسبب يعني اللي هو تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكوميه، اللي هو عجز بعض المسؤولين عن اتخاذ قرار حقيقي. يعني انا مش انحياز لمدينتي، على سبيل المثال انا من دسوق كفر الشيخ، احنا عندنا مشروع بسميه مشروع قومي، يعني محتاج تدخل بسيط جدا علشان في مساحه ارض 3200 متر تابعه لجمعيه شبان المسلمين، عايزين المدينه حوالي مليون نسمه في السينما، ما فيهاش قاعه مؤتمرات، ما فيهاش فندق على الاقل يليق بزوار المدينه، وهي مدينه سياحيه دينيه نظر لوجود العرب بالله سيد ابراهيم الدسوقي. بنطالب بهذه المساحه بقالنا اكثر من 10 سنين، انه هذه المساحه تستغل استغلال جيد لعمل موارد للمدينه وللمحافظه وللبلد بشكل عام. حتى الان احنا متوقفين لانه ما فيش قرار حتى الان. هل انا منتظر، معلش منتظر انا رئيس الوزراء لما يزور، وانا بدعوه يعني يزور المدينه ويشوف ال 3200 متر يعملوا حاجات كتيره جدا، يعني فنادق وسينما، قاعات سينمات وقاعات مؤتمرات تنمية داخل المدينة. فأنا بقول أنت محتاجين أن احنا آلية لتحديد موارد الدولة المهدرة، هذه المباني الأصول المهملة في كل مدينة، مش عايز أقولك في كل قرية في مصر، ولازم أدي السلطة للمحافظ، ويبقى فيه معلش عقاب للسيد المسؤول، احصر لكل هذه في كل محافظة مين اللي مسؤول عن ده بالظبط، ويتحاسب ونشوف. يعني هو أنا زي ما بقول لحضرتك هو صالح عام في الآخر يعني. في أستاذة مها أنت في مرحلة بالظبط زي إيه مع الفارق، معلش يعني المثل التاجر القديم بتدوري في دفاترك. أنا دلوقتي بدور على مواردي، انا كدوله بدور على وانا عندي موارد، عيب قوي يبقى عندي موارد وما استغلهاش. انت اكتشفت انك عندك اراضي كانت لجنه الاراضي لما اتعملت، شوف قد ايه كم الاموال دخل لخزينه الدوله من هذه الاراضي. فاحنا محتاجين كمان اليه لوصول الدوله المهمله زي مستشفى مدغم، اللي هي بس هي هتبقى نموذج، لكن مثلها عايز اقول لك مئات والاف النماذج في محافظات مصر. محتاجين اليه على الاقل، وليكن واتساب، انا ما عنديش مشكله زي لا هم يعني الحقيقه. خلينا نعتبر ان جولات دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعني جولات تعتبر جولات مبادره، ان الساده المسؤولين اللي موجودين في المحافظات ايا كان مسماه وايا كان منصبه، ان هو يبتدي يتحرك نحو هذه يعني هذه الانواع من التنميه. انا معطيك مسؤوليه، ما هو بالظبط، وانت عندك مسؤوليه وانت لازم تتحرك. ده رائع جدا، ده انا بطالب رئيس الوزراء يبقى في عنده جدول شهري كده باربع محافظات كل شهر. بالعكس ده هيحرك، بس هو محتاج كمان يدي احساس للمسؤول على المحافظه، مسؤولين في المحافظه، ان انت مسؤول ايضا مثلما انا مسؤول. طيب سريعا نتطرق بقى ل عندنا كذا نقطه عايز اناقش حضرتك فيهم، بس سريعا. القاهره شهدت الحقيقه انطلاق اعمال المؤتمر العالمي الرابع لدار الافتاء، وكان ده بحضور وفود من 73 دوله، كانت في قاعه الماسه، كان يوم الثلاثاء اللي فات اعتقد. فعاليه المؤتمر الرابع اللي بتنظمه الامانه العامه لدور هيئات الافتاء في العالم التابعه لدار الافتاء المصريه برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان المؤتمر الحقيقه على مدار 3 ايام، وتم مشاركه العديد من الدول. اصداء مثل هذه المؤتمرات في اطار طبعا انا دايما
يعني الحاجات دي بالنسبة لي مرتبطة جدا. هنقول أكيد طبعا تجديد الخطاب الديني وتحديثه وشرحه بطريقة كويسة وطريقة تلائم عقول المصريين وطريقة الصحيحة، أيضا أمانة علينا علشان مكافحة الإرهاب يا فندم. فخلينا بس نقول صدى سريعا، صدى هذا مهم جدا مثل هذه المؤتمرات، بس الأهم هو تنفيذ التوصيات. يعني بصراحة ببقى شايف في توصيات مهمة جدا في مثل هذه المؤتمرات، مهم جدا انه علماء المسلمين المسؤولين عن الفتوى في العالم الاسلامي يكون بيجتمعوا، لانه ده تبادل الاراء ده شيء مهم جدا، تقريب وجهات النظر، مساله البحث عن، مش هقول توحيد الفتاوى، لانه في النهايه كل ايه يعني كل بيئه ولها ظروفها خصوصيتها الخاصه. لا هم خرجوا بميثاق الميثاق العالمي للفتوى. بالظبط اللي انا اقصده انه ضروره انه يكون بقدر الامكان توحيد الفتوى في العالم الاسلامي، وخاصه في القضايا الجوهريه. يمكن ربما لاول مره في هذا المؤتمر التطرق الى الفتاوى التي تمس الحياه العامه في الاقتصاد، في الاجتماع، في الثقافه، لانه العالم متطور الان جدا، واحنا دائما ما بنقول ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان. بالزبط. فبالتالي انه يجب انه تتواكب الفتوى، تتطور الفتوى مع التطور الحياه الاجتماعيه والحياه الاقتصاديه والحياه الثقافيه، يعني والحياه بكافه منحها. فبالتالي ده هذا هو المطلوب. الجانب الاخر بصراحه شديده جدا كمان مساله يعني زي بيقولوا تأطير الفتوى، يعني نحدد من المسؤول عن إصدار الفتاوى، يعني بدل ما العشوائية احترام بالزبط. هذا النوع من الخطاب، ما أنا زي ما أقول لحضرتك دي أمانة إن أنا أشرح صح. أنت عندك عشوائية في الفتوى، مش أي حد يقول أي حاجة في مسائل حرام وحلال وبيحرم علينا عشقنا. فبالتالي هي مسألة محتاج إن أنا أحدد من المنوط عن إصدار الفتوى في العالم الإسلامي وفي كل دولة، وتجريم من يعني يتجاوز ذلك، على الأقل يبقى فيه عقوبات حقيقية، بدل ما احنا شايفين الفتاوي الرسمية في الفترة اللي فاتت وفتاوي أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، مش عارفين مين دول اللي بيقولوها دول. ما هو يعني احنا برضو مش عارفين مين الأشخاص اللي بيقولوا الفتاوى. بس فكرة يعني التجارة بالدين كله بيقول فتاوي للمصالح، يعني دي بقى الوقت ان احنا نتوقف. هو ده. الحاجة التانية مهمة جدا اللي اتعملت هو انطرح كمان فكرة القياس الفتاوي، المؤشر قياس الفتاوي في العالم الإسلامي. ده فرصة ان على الأقل انت تعرفي طبيعة هذه الفتاوي، وازاي يتم تنقيتها، وازاي يتم ترشيدها، وازاي يتم الاتفاق على يعني فتاوي معينة في العالم الإسلامي. فأعتقد انه ده مؤتمر مهم جدا، بس هو المرجو زي يمكن أشار لذلك الوزير الأوقاف الدكتور خطاب، أنه كل ده يصب في صالح المجتمع. يعني عملا بحديث الرسول، أنتم أدرى مشؤون دنياكم. يعني الإسلام حط مبادئ وقواعد، يعني فبالتالي أننا شؤون الحياة لازم أن احنا الدين على فكرة شامل لكل حاجة، نطوع ذلك لخدمة الناس وخدمة المجتمع ومصالح الناس والأرض، لأنه المصالح الاقتصادية والقضايا الاجتماعية صح. الكثيرة جدا لازم نقول للناس، لأن الإسلام كمان عالج هذه القضايا، وفعلا زي ما سيادتك بتقول صالح لكل الأزمنة وكل الأوقات وكل المجتمعين. ما توقفش عندي فتاوى قديمة أو فتاوى بتخدم لمصالح شخصية بالزبط. لا طبعا يعني ما يصحش نقول كده. طيب عندي بقى نقطتين هنا، يعني هم الحقيقة مرتبطين ببعض، و يعني تنمية سيناء بتتزامن مع احتفالاتنا بنصر أكتوبر المجيد اللي بنحتفل بيه طول شهر أكتوبر، ونفسي نحتفل بيه طول السنة لأنه هو يعني النصر وكرامة. الحقيقة حرب على الإرهاب لسه لحد دلوقتي يعني قائمة، في كمان حصل كذا مشروع في إطار مكافحة الإرهاب، وبقول على المشاريع دي إن هي طرق مهمة جدا من مكافحة الإرهاب، زي افتتاح المدارس، اتفتح 4 مدارس في شمال ووسط سيناء بالتعاون مع المجتمع المدني اللي بيشارك بقلبه وبيشارك بكل مجهوده علشان ننمي سيناء. ونسمع قريبا بقى كل الأخبار اللي تجيلنا من سيناء، أخبار تنمية، أخبار مشروعات، أخبار شغل وعمل وحفاظ على سيناء، قطعة من قلب مصر وقلوب المصريين جميعا. طبعا بالتأكيد، يعني أنا يعني
طبعا يعني المجهود العسكري ومجهود الحرب في سيناء ملحوظ جدا. شايفين هي الافتتاحات في الصور المدارس امبارح اربع مدارس كانت شيء مهم جدا من القوات المسلحه والجبهيات ومنظمات العمل الاهلي. سياده المحافظ امبارح او اول امبارح كان بتجول في مناطق نائيه في بئر العبد في الشيخ زويد بلا حراسه بالمناسبه تقريبا. ده كان بيدي صوره للعالم الخارجي ان هذه المناطق اصبحت يعني تحت السيطره تماما بالزبط. وانه احنا بنفتتح مشاريع ونعتقد انه الفتره القادمه يعني خلال الشهور القادمه هتشهد هناك افتتاح يعني مشروعات كثيره جدا يعني محتاجين المرحله القادمه انه تصدير صوره يعني الصوره ذهنيه اخرى عن شمال سيناء او عن منطقه معينه في سيناء عشان بس ما نعممش انه بتشهد مشروعات التنميه واهتمام بالمواطنين هناك وتطوير. شفنا هنا في مزارع سمكيه في بحيره البردويه تطوير مواني العريش لسه محتاجين كمان لاكثر الجديدة اللي بتتم اللي الرئيس كان حدد مليارات المليارات الجنيهات لتنميه سيناء. يعني انا اعتقد الفتره الجايه الاهتمام بشكل اكبر بتنميه سيناء هيكون هو المتصدر المشهد لانه زي ما انت شايفه اعتقد ان انت حققنا في العمليه الشامله نجاحات كبيره جدا نجاحات ما كانش البعض يتخيلها في ظل ان انت غبتي عن سيناء فتره طويله جدا ما كناش نعرف حاجه بالزبط. عن سيناء بشكل عسكري يعني اعتقد انت الان في كل جزء من سيناء واستطعت بالفعل ان يعني تجففي منابع هذه التنظيمات الارهابيه وتقضي عليها. يعني كل الباقي هي عمليات فرديه واعتقد ان العمليات كمان انخفضت بشكل لافت جدا. هنا المرحله الجايه يبقى بالتوازي مع الجهود الامنيه يبقى هناك ايضا جهود تنمويه في اقامه المجتمعات التنمويه في افتتاح المشاريع في بناء المستشفيات والمدارس زي ما احنا شفنا في تطوير الطرق والخدمات الصحيه والمواني الاخر لان اعتقد الموارد الموجوده في سيناء كثيره جدا وخاصه شمال سيناء يعني محتاجه بس الاستخدام هذه الموارد والاهتمام بها. المرحله الجايه يعني ان شاء الله اتمنى وده اللي هيكون موجود باذن الله انه نشوف في سيناء يعني مشاريع افتتاح مشاريع هناك زيارات لكل القطاعات الموجوده لاقامه حفلات فنيه لاقامه مهرجانات رياضيه الى اخره مهرجانات شبابيه اتمنى ان شاء الله في يوم من الايام قريبا جدا مؤتمر الشباب يعني ان شاء الله ان شاء الله ناخد مؤتمر الشباب كمان هناك في اقرب فرصه باذن الله يعني. طيب حضرتك ذكرت العمليه الشامله واحنا لسه يعني دي النقطه الثانيه بقى اللي يعني مش منفصله عن اللي احنا كنا بنقوله من شويه وافتتاح المدارس المسماة ايضا باسماء شهدائنا اللي يعني اقل حاجه نقدمها لهم ان احنا نخلد اسمهم ونخلد ذكراهم ضحوا بدمهم على هذه الارض ودي يعني حاجه بسيطه قوي وصغيره قوي ان احنا نقدمها لهم. العقيد اركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري يمكن قال كذا نقطه وكذا تصريح مهمين جدا وقال انه جرى اكتشاف وتدمير 240 مزرعه للنباتات المخدره و118 يعني قال يعني بشكل مدقق جدا 118 طن مواد مخدره 24 مليون قرص مخدر خلال العمليه الشامله. والحقيقه كان حوار على احدى القنوات كان حوار مهم جدا وحوار مطمئن لينا جدا حوار العقيد اركان حرب تامر الرفاعي. كل فتره العقيد تامر بيطلع بيتكلم في يعني عدة رسائل خاصة بسيناء وخاصة بالعملية الشاملة تحديدا مطمئنة جدا للشعب المصري وهي أيضا رسالة لكل من تسول نفسه له نفسه أنه هو يعني يجي جنب أرض أو شبر من أرض مصر. صحيح. يعني أعتقد أنه الحديث الخلفة اللي فاتت للزميل العزيز يعني العقيد تامر الرفاعي يعني اعتقد انه كانت مهمه جدا يعني الراجل تحدث بالارقام اعتقد ان لغه الارقام ومعلومات لغه الارقام هي لا جدال فيها ولا نقاش فيها وهذه الارقام تحمل دلائل ومعاني كثيره جدا
انت لو بتتكلمي عن مزارع البانجو على العواصم والتهريب والاسلحه، معنى ذلك انه يبدو انه مصر او القوات المسلحه والجهات الاخرى يعني ان استطاعت انها يعني تحاصر التمويل الخارجي، فاصبح دلوقتي الاعتماد على ايجاد مصادر بديله للتمويل لهذه الجماعات على سبيل المثال من خلال عمليات بقى التهريب، سواء تهريب البشر او تهريب المخدرات او زراعه البانجو، لان زي ما انت شايفه انه اصبح ضرب تفكيك الهياكل نفسها، البنيه نفسها لهذه التنظيمات، يعني اصبح يعني في الفتره الاخيره احنا كنا بنشاهده، احنا بنشوف بس كده ايه البيانات بتاعت القوات المسلحه، ما بنقراش ما بين السطور والارقام تحديدا. الارقام هي اهم حاجه، يعني المعلومه والارقام بالظبط، هو يعني بيحدثوا هذه الارقام كل فتره برضو يعني بدقه شديده جدا. انا شايف ما بحلل هذه الارقام ان واضح ان هناك يعني ضرب في البنية التحتية في لهذه قلب الإرهاب. التنظيمات، فبالتالي ان انت بتقدري تجففي كل المنابع اللي هي بتعتمد عليها هذه التنظيمات، سواء في التمويل الخارجي او مع محاولة إعادة تشكيل هذه التنظيمات مرة أخرى داخل أراضي سيناء. ولذلك أنا أعتقد أنها نجاحات مشهود لها لما تحققها دولة، وأصبحت يعني فعلا مصر بدون يعني انحياز أنه أصبحت نموذج بالفعل في محاربة الإرهاب بهذا الشكل والنجاح في القضاء عليه. أنت شايفة دول كثيرة جدا للأسف بتحصل فيها عمليات إرهاب، فبالتالي أنه نجاح مصر ده هو اللي كمان شجع، يعني ما فيش خلي بالك أمامها أنه دولة هتضخ استثمارات ضخمة عندك إلا إذا كان عندك استقرار وأمن، وهي عندهم دراسات بيبقى هذه الدول القادمة إليكي هي أرية المشهد كويس، عارفة أنه مصر أصبحت دولة مستقرة، دولة آمنة، دولة قوية، فبالتالي مش هيجيلك كده علشان سواد عيونك، لا عارف هو بالفعل عنده معلومات. ما هي دي الرسائل، إحدى الرسائل اللي بتتقال، وهو كمان عنده وسائله الخاصة اللي بيقدر يحصل بيها على المعلومات بالظبط، بيقدر يتحرى ويتأكد من المعلومات. أنت بس لو ما كنتش نجحت في عملية الإرهاب ما كانش حد هيجيلك، بقى في مشاريع ولا استثمارات بالظبط، فبالتالي هو شايف. الجزء الآخر بس هشير إليه في الحديث أو في ما يحدث، إنه القوات المسلحة يعني هي قادرة تحارب الارهاب، وادي التبدي بالمناسبه يعني حتى في داخل سيناء، يعني هناك من المشاريع، هناك من الخدمات الكبيره جدا التي تقدمها القوات المسلحه لاهالينا. عشان كده قلت لسيادتك ما ينفعش نفصلهم عن المدارس وعن الافتتاحات، او يعني هي مساله مش حرب فقط، هم كمان بيقدروا ظروف الناس بالظبط، وده اللي يمكن صرح بيه، ودي كانت ابرز النقاط اللي لفتت نظري يمكن في حديث العقيد تامر في النقطه دي تحديدا، ان لما سئل عن ايه سبب اطاله المعركه أو ليه وقت طويل، قال إن السبب في ده الحفاظ على حياة المدنيين، كأن بتجرى يعني مثلا عملية جراحية، بس عملية جراحية دقيقة جدا، فأنا مش عايزة أضر بالجسم نفسه، فبشيل الخلايا أو يعني المشاكل اللي موجودة. فهي الحقيقة كانت الإجابة واضحة وصريحة وكريستال كلير، زي ما بيقول إحنا بنحافظ على حياة المدنيين. العقيدة العسكرية المصرية عقيدة إنسانية حقيقة يعني، يعني بالفعل بتعمل وفق مبادئ إنسانية، وفق كل المعاهدات والاتفاقيات العالمية التي نص عليها في التعامل مع الآخر. انت يعني جيش له بعد إنساني وبعد اجتماعي معروف جدا، لو كان على الإرهاب كل الخبراء العسكريين بيقولوا دي عملية تخلص في وقت سريع جدا، ولكن في النهايه في مجتمع، في شعب هناك، فبالتالي يعني هنبقى في تضحيات احيانا علشان خاطر الناس، لكن انت لو بشكل مجرد قوة عسكريه خلصت من زمان، يعني كانت خلصت يعني بدل. صحيح. طيب برضو عندي بقى يعني حاجتين مهمين، بس كان من الاخبار اللي عايزين نعلق عليها برضو سريعا، استاذ عادل، وفاه الرئيس السوداني الاسبق عبد الرحمن سوار الذهب، وهو توفى امبارح في المستشفى العسكري في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه. رئيس السوداني المشير عبد الرحمن سوار الذهب اللي تولى رئاسه السودان لسنه واحده بعد انتفاضه ابريل 85. الحقيقه خلينا نقول ان سوار الذهب رحمه الله كان انسان نبيل الحقيقه بما تعني الكلمه. الجميع اشاد بطيبته وحكمته وشهمته وجميع مكارم الاخلاق اللي كانت موجوده فيه، كان
مؤمن ونقي ومتواضع. الحقيقة كان وهب حياته بعد كده لأعمال الإنسانية وأعمال الخير. عشان كده يعني إحنا النهاردة لازم برضو طبعا نتكلم لازم يتم تكريم هذا الرجل لأنه بصراحة في ظروف يعني بالذات في العالم الثالث يعني انه 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 ياتي قائد عسكري ثم يقعد لمده سنه ثم يطالب هو بالانتخابات وتنازل عن الحكم. فده شيء رائع جدا. هو يعني لم يكن قائد عسكري فقط لا غير, ولكنه رجل يعني مثقف يعني شديد الثقافه, رجل يعني محب لشعبه ومحب لامته العربيه والاسلاميه. صحيح. لم ينعزل يعني, يعني عشان كده بقول استمراريه الرئيس عبد الرحمن صور الذهب لانه هو كان رجل لديه اهتمامات اكبر من واعمال الخير اللي قام بيها المشروعات اللي قام بيها خدمة بلده, مؤسسة الغاثة الإسلامية والمؤسسات الخيرية الأخرى. ولذلك شفنا كل الأعمال اللي هو بيؤديها من خلال هذه المؤسسة في تقديم المساعدات الإنسانية والغاثة الإنسانية لكل العالم الإسلامي وخاصة في منطقتنا العربية, واستقبال الزعماء العرب له وتقديرهم له. فأعتقد رحمه الله أنه له منا كل تقدير وعلينا أنه تعمل جائزة إنسانية باسمه. صحيح. على الأقل تعزينا طبعا للشعب السوداني الشقيق, جائزة المساعدات الإنسانية زي بقوله يعني تبقى في جائزة باسم عبد الرحمن صور الذهب يعني تحمل. صحيح. تحمل اسمه تقديرا وتكريما لهذا الرجل يعني. صحيح. ربنا يرحمه. ومره اخرى تعزينا للشعب السوداني الشقيق, وربنا يرحم الجميع يا رب. اخر حاجه هنتكلم فيها, واحنا بنحب دايما نختم مع حضرتك بنقطه فنيه, بس انا مش هتكلم النهارده عن فنان عادي يعني, انا هتكلم عن ظاهره فنيه مهمة جدا, ظاهرة فنية, مش هقول ظاهرة بقى, مدرسة فنية. محمد فوزي. محمد فوزي بكرة السبت 20 أكتوبر ذكرى 20 أكتوبر صح. هتكون ذكرى رحيل الفنان الغير تقليدي محمد فوزي. يعني محمد فوزي كان الحقيقة مش بس فنان اللي هو يعني بيغني ويلحن ويمثل وخلاص, هو كان مؤسس شركة مهمة جدا اسمها مصر فون. دي أول شركة اسطوانات في الشرق الأوسط, كان فيها استوديو تسجيل ألحان وكان فيها استوديو تسجيل أغاني. والحقيقة محمد فوزي قدم للفن مجموعة ألحان كبيرة جدا غير تقليدية, يمكن هوجم وقتها لأن الألحان قالوا دي ألحان غريبة جدا على المجتمع المصري, ألحان شبابية كانت وقتها يعني اسمها ألحان شبابية, وما زالت شبابية غير دلوقتي يعني جميلة جدا كلنا بنعتز بيها, ألحان خفيفة ما سابش حاجة ما تكلمش عنها محمد فوزي. حتى الأطفال يعني حتى أغاني للأطفال كانت أغاني جميلة جدا ومش تقليدية, ولغاية دلوقتي إحنا بنغني الأغاني دي للأطفال خفيفة, كلمة خفيفة ولحن خفيف ولكن في معنى ولحن بيأثر فيه. محمد فوزي يمكن في النهاية كان في نهاية حياته أصابه مرض غريب جدا عجز الأطباء عن ان هم يشخصوه, الله يرحمه, يعني لدرجة ان هم الدكتور الألماني سماه مرض فوزي. هو خس بقى 36, يقال خمسة في العالم تقريبا كان جالهم المرض الغريب ده, وزنه بقى 36 كيلو. عمل الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من ال لا هو بص يعني هنتكلم في الفن ايوه نقد الفن عادل السلفي. لا فوزي اول في حاجات كتير يعني, الله يرحمه, انت عارفه انه مات 48 سنة وده نفس السن اللي مات فيه عبد الحليم حافظ. يعني 48 سنة كل عمر الفني فوزي, تخيل يعني 17 سنة 15 سنة من أشياء بقول لك مدرسة يعني. محمد فوزي تقريبا عمل كل يعني عمل كل حاجة, تعرف ان هو اكتر مثلا 400 اغنية افلام وافلام كتير يعني وفق النقاد منها 300 اغنية في الافلام يعني. عايز اقول لك يعني وفق النقاد انه المطرب الوحيد اللي كان يعني عنده اداء تمثيلي حقيقي, يعني مش بجيبه علشان انه مطرب عشان اجمع الجمهور, لا كان عنده اداء تمثيل حقيقي. عشان كده مثل 36 فيلم في هذا العمر القصير من اول صيف الجلاد سنه 46 تقريبا. أيوة. يعني انت بتتكلمي اول في حاجات كتير بقى, تعالي نقول الاغنيه اللي اتكلمت عليها دي ده تهاجم هجوم, لا الاغنيه اللي هي بدون موسيقى اللي هو طمني اسمها طمني دي تهاجم عليها اللي هو كانت دي أغنية عبقرية يعني اللي يسمعها كده يمكن خبراء الموسيقى يسمع بيتكلموا عنها يقول لك أغنية عبقرية, أغنية طمني كانت مفاجأة غير عادية يعني عملت صدمة من غير آلات, كانت أغنية من غير آلات يعني. لا اتهم بقى ساعتها انه كان في مشاكل بينه وبين الفرقة الموسيقية ما اعطوهمش فلوسهم,
فيعني حاجات كده. أيوة. ولكن عمل بالفعل أغنية بالفن ما أعرفش بيسموها الأكابيلا أو حاجة زي كده في الموسيقى. فعمل حاجة غريبة جدا ما زالت حتى الآن ما أعتقدش حد عملها. قليل جدا. بصوا الأكابيلا دي اللي هي بتبقى الكورس بيعمل المزيكا بصوته مش آلات, دي اسمها أكابيلا. هو أول واحد عملها في مصر يعني. الأول في حاجات كتير يعني. أول ما غنى الأطفال غنى هاتوا الفوانيس لرمضان, غنى لبلدي احببتك, يعني كل انواع كتير. اول ما عمل فيلم الوان, ايه رايك؟ يعني اول فيلم الوان سنه 51 كان من محمد فوزي. صحيح. اول يرحمه. من عمل حق الاداء العلني للمطربين. صحيح. ودي كانت لسنه ربنا يتغمده برحمته. يعني ما زال عايش 48 سنه, مات 48 سنه, فما زالت الحانه عايشه. هو تعيش لانه ده عمل حاجه غريبه جدا اللي هي الفرانكو قراب. الفرانكو قراب حد يعرف مصطفى يا مصطفى؟ هي اللي مصطفى مصطفى دي ترجمت لحوالي 7-8 لغات اتغنت يعني. الحاجات ولسه احنا بنغنيها هو لغايه دلوقتي. فربنا يرحم محمد فوزي اللي توفى 20 اكتوبر ده, غير طبعا انه كان سنة دي قدم بليغ حمد ام كلثوم. صحيح. واحد يعني تخلع انه ما عملش لحن ام كلثوم عشان خالد كمان اسمه وقف, وقدم شاب 27 سنه. ربنا يرحم فناننا العظيم استاذنا وهذه الظاهره الفنيه الجميله استاذ محمد فوزي. وبشكرك جدا جدا يا استاذ عادل كنت صحفي. انا بكون سعيد معاك والله وسعيد بالبرنامج دايما منور برنامجنا نهايه الاسبوع. كاتب الصحفي الاستاذ عادل السنهوري, شكرا ليك. واسيبكم بقى تستمتعوا شويه محمد فوزي الى ان نلتقي الفقره اللي جايه. ابقوا معنا. اهلا بكم مره تانية مشاهدي نهايه الاسبوع, ومعاد فقرتنا الاجتماعيه. ويمكن ابتدى ناس كتير يبعتوا لنا على موضوع حدود الحريه الشخصيه. احنا هنتكلم النهارده في نقطتين, حدود الحريه الشخصيه ما بين الازواج, وحدود المساحات الشخصيه عموما ما بين يعني الناس وبعضها في مكان العمل, في الشغل, في الجامعة, في البيت, أفراد العيلة, أفراد الجيران, الحاجات دي كلها بيبقى في ناس بتعتبر إن يعني في ناس بتبقى خلينا نقول إيه فريندلي كده زيادة عن اللزوم, فبيبقوا مش مشكلة بالنسبة لهم حكاية اقتحام خصوصياتهم. في ناس تانية بتنفعل جدا زي ما قلت لكم كده لما حد بيجي جنب حياتهم الشخصية أو بيسأل أسئلة هم شايفينها إن هي أسئلة ممكن تكون ليها يعني تدخل كده أو بتحشره يعني زي ما بيقولوا. طيب بالنسبة للأزواج الموضوع بيبقى أكثر حساسية, الموضوع بيبقى أكثر يعني إيه بيبقى فيه شوية مشاكل, لأن كل واحد بيعتبر إن خلاص إحنا طالما اتجوزنا وطالما عشنا مع بعض في نفس البيت يبقى كل واحد حياته الشخصية ملك للآخر. في ناس بتوافق وفي ناس مش بتوافق, في ناس بتقول ده تمام وفي ناس بتقول ده مش هينفع. طيب الحدود دي واصلة لحد فين؟ خصوصا بقى مع التواصل الاجتماعي في فيسبوك, وفي ناس بتعتبر ان الفيسبوك ده حاجة تجسس على حياتها الشخصية, وفي ناس بتقول لك لا عادي ما مش مشكلة ما انا بقول اللي انا عايزه او بوصل الكلام اللي انا عايزه او برمي كلام على اللي انا عايزه, يعني ايا كان استخدامك للفيسبوك او استخدامك ليه. طيب الضوابط اللي المفروض تتحط بقى سواء بين الزوجين او بين افراد العيله, ده اللي هنعرفه مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو استاذه عبير سليمان الباحثه في شؤون المراه. اهلا بيكي. انا ببقى سعيده جدا لما بكون معاكي يا استاذه معاك. واحنا كمان والله يا استاذه عبير دايما سعداء بيكي. بنرحب ايضا بضيفنا العزيز استاذه سامع الجاج المحامي بالنقد. اهلا بيكي يا استاذه سامع. اهلا بيكي منورنا. وبرحب ايضا بالكاتب الصحفي الاستاذ ايهاب معوض. اهلا بيكي يا استاذ ايهاب. اهلا بيكي يا استاذه. منور نهايه الاسبوع. ربنا يخليك. شكرا جدا. طيب عندنا بقى كلام كتير جدا, بس خليني كده ابتدي يعني في كان انا يعني عاوز زملائي كنا يمكن شفنا رساله كده, جات لنا رساله من رشا بنت بنوته اسمها رشا, بتقول ان خطيبها سابها لما عرف ان هي بعتت فريند ريكويست للفيسبوك لحد هو يعني هو بيقول او هي بتقول ان المشكله دي كان لحد هي ما تعرفهوش او هو مش عارف مين ده. المهم ان هم اتخانقوا وسابوا بعض بسبب موضوع ان هي بعتت فريند ريكويست على الفيسبوك. في الحريه هنا واصله لحد فين؟ بتقول انا حره وهو بيقول لا. خلينا اقول بس ان كل حاجه في الدنيا ممكن تعامل بطريقه لا اخلاقيه وطريقه لا اخلاقيه, وبطريقه محترمه وبطريقه غير محترمه. مين اللي بيحط سياسه التعامل مع الاشياء؟ يعني مين اللي بيحط لي سياسه التعامل مع الفيسبوك؟ الفيسبوك مش الاول زوجي ولا الطرف الثاني, الاول تربيتي.
تربية الزوجة أو تربية الخطيبة أو البنت هي اللي بتحدد لها أطر علاقتها أو طريقة إدارتها لأي شيء، سواء في العمل أو في على الفيسبوك أو لاستخدام أي وسيلة تواصل كان. فالتربية هي الحاكم، مش شكل العلاقة بينها سواء كان الطرف الثاني رجل أو امرأة. يعني حضرتك بتقولي إن التربية هي المفتاح، يعني خليني أقول إن رأيك يعني هي الراجل أنا اللي بيربي المرأة، الراجل مش بياخد الست يربيها، يحط لها مساحة يقولها أنت هتبصي هنا للقرش ومش هتخرجي بره السيركل ده، لأنها هتخرج لو هي مش متربية كويس، وست ما عندهاش أصل، وست مش عارفة الغلط والعيب، هتوهمه أن هي جوه داخل السيركل وهتعمل برضو الشيء اللي مش كويس. إذن أن الشكل والإطار الأخلاقي والمحترم البنت أو الست هي اللي بتحطه لنفسها، مش مستنية واحد هو اللي يجي يحطه لها. ده بس عشان نتفق في الجزئية دي. فكرة ان هي ان احنا نتصايد لبعض تفاهات عشان نهدم علاقة، ده امر للأسف انا بشوفه متدني جدا، ما يلقش بالإنسانية حتى. طيب. ما يلقش باحترامنا لبعض وخصوصياتنا يعني. طيب انا هرجع لك يا استاذة سام، بالنسبة للواقع اللي انا قلتها من شوية وغيرها من الوقائع اللي الناس تتخانق دايما مع بعض فيها عشان الفيسبوك، عشان انا بتقعد مثلا يعني غير موضوع رشا اللي بعتت لنا المشكلة بتاعتها، يعني عندي برضو مشاكل ان مثلا ايه في ناس بتقعد تفتش مين الفريندز اللي عند خطيبي او جوزي، مين اللي عمل له لايك، طب مين اللي عمل له سمايلي، ومين اللي عمل له قلب، مش عارفه يعني، او الفريندز الميوتشوال ما بينه وما بين مش عارف مين، يعني ده ما هو ده ايه ده بقى، يعني ده اسمه ايه، ده تجسس يعتبر؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. شوف اقول لحضرتك على حاجه، انا يمكن انا قد رايي بيصدم بعض الناس، لكن انا ما زلت متمسك بيه. انا الواقع اللي حضرتك بتكلمي عليها ديت انا مع خطيبها مش معاها هي في جزئيه معينه. انت النهارده حتى لو انت النهارده مجال التواصل الاجتماعي مفتوح ليكي، ماشي، انا ماذا يضرني ان انا يقتصر اصدقائي او اللي هم المعارف، يعني انا النهارده عشان ابعد فريند كويست الواحد انا معرفوش، انت يعني انا عايز افهم، ما هو خلاص بقى صديق ديكي على الفيس ما تعرفيش عنه اي حاجه، سيبك انت من المضايقات او خلافه، يعني انت هتستفيدي ايه؟ ما تكسري حد العلاقات بتاعتك، ده طالما سمح لك بانك انت يكون ليكي حساب على الفيس خلاص، ايه المانع ان انا عندي الاسره بتاعتي او المحيطين بيا؟ ممكن ما يسمحليش ان انا يبقى عندي، لا انا عن نفسي انا لا احبزه. طب والعكس من ناحيه يعني من ناحية لو إيه؟ هي يعني هي العكس، لا يعني لو للست مثلا، شوفي في ضوابط، احنا مجتمع شرقي، ما تجيش تقولي لي بقى العكس والراجل، طب ليه اصدقاء على الفيس؟ بصي يا استاذه سامح، انا بقول لك انا مجتمع، ما هو مش كل حاجه هتباح للرجل هتباح للست. يا سلام على فكره، عشان دي مش عايزين بقى ايه ننط بقى الحته ده مجتمع ذكوري او مش مجتمع ذكوري او خلافه. لو انا النهارده رسخت ده، بصي طب لحظه يا جماعه، في خط احمر مفروض ان انا ما تجاوزوش. انا النهارده عايز افهم حاجه، انت النهارده عشان تعملي فريند كويست لحد انت ما تعرفوش وعشان يبقى صديق، بصي خراب الاسره المصريه من يوم ما الفيس ده طلع. طيب. صدقيني ماشي ماشي اوكي، انا يعني انا عارف انك انت حد على الفيسبوك انا ما اعرفوش، دي انا موافقك فيه. طيب. عارف ايه، انا موافقك لسه ما اتكلمتش. طيب استاذ ايهاب، عايز اعرف دلوقتي بس حضرتك شايف بقى ان دي يعني، وانا عارفه برضو ان حضرتك يعني بتعمل في مجال ارشاد الاجتماعي او الارشاد بين الزوجين، هل يعني دلوقتي انا المشاكل اللي بتحصل انا شايفاها يعني في وجهه نظري المتواضع ان دي بسبب ان انا طول الوقت انا اللي بدور على المشكله، انا اللي بدور ايه اللي بيحصل في تليفون جوزي او ايه اللي بيحصل في معارفه او العكس، في حدود المفروض يبقى فيه يعني. بقول لك بصي احسب لك الموضوع في نقطتين. يعني ناخد قاعده عامه الاول. هو يعني العقد، استاذ عصام ادرى مني في الجمله دي، هو العقد شريعه المتعاقدين. اوكي ماشي، اتخطبت انا وهي النهارده. في قوانين بتحكمنا، حريه يعني ايه؟ حريه دي كلتشر مجتمعي، ثقافه مجتمعيه، صاحبتي اللي في باريس، خطيبتي اللي في فرنسا، وهي بتبص صاحبها في الكليه ما اقدرش اتكلم. ده ثقافته. لكن انا عايز مراتي هنا في مصر ما تسلمش بايديها على حد، دي ثقافتي برضو. انا بختار لي من ثقافتي. اخونا اللي زعل من خطيبته ومشي، ده منتهى الحريه، من حقه ان هو يمشي، انها مش متناسبه مع ثقافته اصلا. وهي لو رفضت تتجوزه لان هو اعترض على ده، برضو هو مش من ثقافتها. احنا بنرسي قوانين في الاول بتحكم الولد بالبنت من اول يوم خطوبه، هي متناسبه معاك يعني، هي بتلبس ميكرو ده مناسب لثقافتك،
هي تلبس نقاب. هي دي خلافاتنا مشكله. هو بيقول لها في الاول او بعد الجواز بيقول لها مناسبه. هو يرى ان مراته او خطيبته ما ينفعش انها تعمل فريند ريكويست على لواحد مش حضرتك مش شايفه ان ممكن يكون طارق او محمود مناسب ليه جدا، مش فارق معاه ان خطيبته تعمل فريند ريكويست لحد، وارد صح. طيب القاعده العموميه بتحكم بقى ده الحريه المطلقه، دي القاعده بتحكم الحريات. في حاجه بتحكم الزوجين، انا كاستشاري اسري بقولها لاي زوجين بيجوا لي، بقول لهم يا جماعه للرجل عالم خاص بيه، الزوج عالم خاص بيه، حريات مطلقه في اصحابه، ارائه، فيسبوك بتاعه، الواتساب، شغله، كل حاجه حريه مطلقه. وللمراه حريه مطلقه وعالمها الخاص بيهم، الاثنين بيلتقوا في منطقه وسطى اسمها العالم المشترك. العالم المشترك ده ممنوع حد يدخله، ممنوع ان انا كرجل ادخل فيسبوك عند مراتي وادخل انبوكس، ممكن تكون واحده صاحبتها بعت لها صورتها بالبيبي دول، ايه المشكله؟ بتقول لها اي رايك وانا لابسه مش عارف كذا او كلام بينها وبين اختها بين مامتها مثلا، كلام خاص يعني. ما اقدرش ان انا ادخل، ما اقدرش افتح موبايل مراتي واتفرج على الصور، ما اعرفش مين من صاحبتها بعت لها حاجه. امتى يكون من حقي بقى ان اعمل دوت؟ لما يصدر حكم يعني فجاه لقيتها بتكلم حد وهي مرتبكه، فجاه حصل حاجه، لا تعالي بقى تعالي نلغي قوانين الحريات كلها بينا ونبتدي نتكلم من جديد، مين ده؟ وريني البوكس بتاعك، افتحي الواتساب، ابتدي اكسر كل قوانين الحريات لان ثبت وقع. اذا ثبت وقع، لكن ان لم يثبت وقع فهي في النهايه ليها حريتها المطلقه. انا مش متجوز اما، انا متجوز بني ادمه حره، لما اخترتها من عيله وعارف انها متحضره ومحترمه، عايزه تعمل صداقه لواحد، دي قوانين ارسناها في اول يوم ارتباط، انا مناسب ليا او لا. وانت متفق معايا نفس الموضوع؟ نفس الموضوع طبعا. هي في النهايه ممكن تقول لي، ممكن اقول لها وريني الانبوكس بتاعك، فتقول لي طب ما توريني الانبوكس بتاعك، قانون مشترك. انا بقى من اول يوم، نفترض مثلا استاذ عصام هو اصلا بلديات صعيدي زيي، فاحنا ممكن يكون عندنا قاعده بتقول ايه، لا احنا من اول يوم جواز اللي انا اخترتها دي القانون ما بيمشيش مشترك علينا، انا ممكن اقول لك وريني كذا فانت ما تورينيش. ده برضه ده صح على فكره، يعني هي مش هتقول لك وريني التليفون، تقدر تنكري ان ممكن يكون في الصعيد، ممكن الراجل المراه لا تجرؤ انها تقول لجوزها وريني مثلا موبايلك، مش هتقول له مثلا، بس هتشوف الموبايل. لو قال لها لا، احسنتي يعني. هي مش هتعمرها ما هتقول لك هات الموبايل، لمسارات يا استاذه مها. انا بقول لك هي ثقافه ارسناها في الاختيار من البدايه. تمام، فهميني؟ طيب عبير، انت بتقولي ان ده يعني الموضوع ليه علاقه بالنشاه او بالتربيه بالزبط. بس في بقى دلوقتي ايه هيجي في دماغ بعض البنات وبعض الشباب، طب يا جماعه ايه ده، دي مصيبه يعني، انا كده الجواز او الارتباط معناه ان انا مش هيبقى عندي هذه المساحة. خدي بالك ان كل ما سنه بيكبر او سنها بتكبر بتخاف على الحرية اكتر، بتبقى عندها اللي هو بانيك، اللي هو انت مين انت بقى مهما كانت، يعني مين ده ومين اللي داخل يقتحم خصوصياتي. ممكن تبقى مش خصوصيات ولا حاجة، هي جواز عادي، شراكة في البيت وفي الحياة، بس هي او هو ما بيبقاش متعود على ده، فبتبقى فيه هلاك في الأسرة في الآخر. بصي انا الاول بتفق بمعظم كلام استاذ ايهاب، عاده ان انا مش ممكن ارسخ اي ملامح ظلم، اي علاقه بتبنى على العدل. يعني انا ما ينفعش كشخص مستنير لو واحده جات لي قالت لي ان جوزي بيقول لي هو حر يعمل كل حاجه هو عايزها وانا مش حره لاني ست وهو مش هيرضى الا بده، فبالتالي يبقى كده هو ده عدل، لان هي بتحبه وعايزه تتجوزه، مش عدل لانها هتعمل اللي حضرتك قلتيه من شويه، هتتجسس عليه من وراه. والحقيقه دي سياسه ومسار لا اخلاقي. اي حد بيقمع طرف على حساب رغباته ونزعاته الشخصيه ما تنتظريش في المستقبل غير استرداد الحق بطرق ومسارات غير مشروعه. عشان كده دايما بقول ان العلاقات اللي مش سويه بتتبني اصلا على مفاهيم خاطئه ومفاهيم غير عادله. النظره الدنيا للمراه كده بيتهد في بيتهد الاخر، لانها ما بتكونش راضيه على فكره. عمر ما في منظومه غير عادله تكون راضيه الست بيها. على فكره الستات مش ادنى، مش أذكياء، هم أذكياء جدا، بيعرفوا يحتالوا على الموقف. يعني الزوج لو كان بيتزوج عليها مرة واثنين وتلاتة ومهياصه بتاع ستات، هي بتاخد حقها برضو بشكل أو بآخر، بيجي فترة بتاخد حقها ما بتنساش. فكل الناس أو الرجالة أو المجتمع الذكوري لما يقولك لا الست ممكن تقبل أن واحدة تانية تيجي معاها، هي حتى اللي داعيين للزوجة التانية والتالتة بينتقموا من الزوج. صدقيني أنا، اسمعي كلامي، لأن العدل هو
هو نبراس الحرية. فسري يعني ايه بتنتقم منه؟ يعني بتنتقم بيه، بتخليه بركة بعد كده بعد ما بيوصل لسن معين بتنتزع. لا ده يرجع لتربيتها ونشأتها. ما غلط، هو اساسا جار عليها. غلط عليها هو اصلا، جار عليها هو، حتى لو هو الزوج. هل ده معناه ان هي، انا ما قلتلكش ان هي كويسه، انا ما قلتلكش ان هي كده كويسه. انا قلت بتظلم هي على فكره. بتقول الوضع يعني اللي بيحصل ان هو غير عادي. يعني انا استاذه صام، هل يعني مظبوط دلوقتي؟ انا هقول حضرتك حاجه، بيحصل ولا مش بيحصل ان بعض السيدات بيفتشوا وراء ازواجهم سواء في الكمبيوتر او في التليفونات؟ بيحصل صح. طيب هي انا لو كنت بتجيبي لنفسك، هي انا لسه ما سالتش. لا ثواني، لا ما لهاش تفتش يا جماعه. لا ما لهاش تفتش، اديني فرصه. المساواه اللي انتوا بتنادوا بيها دي، وانا قلت لك دي ما ينفعش. ربنا خلق الذكر ذكر والانثى انثى. طب انا هقول اذا كان ربنا سوا القيود والالتزامات، اديني فرصه. القيود والالتزامات اللي على الست في هذه الجزئيات ده ما بينتقص من قدرها ولا حقوقها خالص. جزئيات ليه؟ هو الراجل المشرع فرق بين الاثنين. وانت عايزه تقولي لي ان الراجل لما يعرف ست، الراجل ليه اصدقاء على الفيس، يبقى هي المفروض يبقى لها اصدقاء ونقول ده مساواه؟ مساواه ايه؟ المساواه ديت في حقوقي وحقوقك. ولا حد جاب سيره مساواه. الشرع احنا بنتكلم في كونسيبت. الشرع والمجتمع قيد لها حقوق وحطها جوه دايره، ده مش انتقاص منها، انت ده عفه وطهاره ليها. فين ده؟ احنا بنقولنا تمشي على حل شعرها. حضرتك بتستخدم عبارات كبيره قوي ملهاش علاقه باللي احنا بنقوله. يعني ايه العفه واحنا بننادي بعدم عفاف المراه مثلا؟ الحقيقه لا بالعكس. لحظه يا جماعه، لحظه. انا دي النقطه اللي انا بتكلم فيها استاذ ايهاب دي واحده بس. انا عايزه اتكلم في نقطه التليفون دي. يعني انا دلوقتي هي بتفتش في التليفون او بتفتش في العربيه او في المكتب او ايا كان المكان اللي هي بتفتش فيه عشان تجيب لنفسها وجع الدماغ، وبتقول لك لا انا من حقي ان انا اعرف لان هو ليه مثلا يعني كذا. ما هقول لك بس انا ما بتكلمش بوجهه نظري او وجهه نظر حضرتك، انا بتكلم بوجهه النظر العامه او وجهه نظر اي حد ممكن يعني ايه ممكن يعمل ده. كل واحد يعني بيبقى عنده ظروف خاصه بيه. هي دلوقتي هتعمل ده وهو هيعرف ان هي عملته او ما عرفش، بس هو بيبقى واخد احتياطه. شافت مره حاجه او ما شافتش حاجه، في الاخر انا عندي نتيجه واحده. استفدتي ايه من التفتيش؟ ما انا مش فاهمه برضه، استفدتي ايه في الاخر؟ نفس الموضوع ونفس الاجابه تاني. هي في يعني لا تسال عن شيء ان تبدا لكم تسؤكم. بحث المراه ورا الرجل او بحث الرجل ورا المراه لازم يؤدي لنتائج سلبيه. لو دورت فيه مثل بيقول اللي بيدور بيلاقي. اي امراه في الكون لو قررت تدور ورا جوزها هتلاقي، اي رجل لو دور ورا مراته هيلاقي. مش المفترض ان احنا ندور ورا بعض. اوكي، انا بقول امتى بنبتدي ندور؟ لما بيبتدي الطرف الاخر يتوجد فيه مشكلة. فجأة لقيت جوزي النهاردة بقى واحدة رسالة محمود صاحبه بعت له بحبك قوي وحشتني. نعدل بقى القوانين خلاص. ما كنتش بقول لك وريني موبايلك، المرة دي هقول موبايل. أوكي؟ في قناعة الأستاذ عصام هو يرى إن ده حق مطلق للرجل ليس حق للمرأة، يحترم، دي ثقافته. لازم نتفق كده، هيختار زوجة تتناسب مع هذه الثقافة. الخلاف بين ده مش معناه إن هو يخون أو إنه يرتكب حاجة خطأ. طبعًا أنا مش معاه. لا طبعًا أنا ما قلتش إنه هو خطأ، بس أقصد إن هو مساحة الحرية عنده في مفهومه إن هو ممكن يبقى ليه صداقات على الفيسبوك مثلًا مع بنت وهي لأ. أنت أرسيت القوانين دي تحترم. أنا عايز أقول وهي المرأة موافقة على ده. أنا عايز أقول لا شرعًا ولا مجتمعيًا هو مسموح ليه بإن هو يخونها. طبعًا. لكن ده مش بتكلم على خيانة خالص. خالص. مش بتكلم على خيانة، بتكلم على إقامة علاقات. هي المشكلة الأصلية اللي بنتكلم فيها هي بنت بعت فريند ريكويست ما خانتش خطيبها، فبالتالي هي طالبت تعمل صداقة مع رجل في قناعاته وفي ثقافة هذا الرجل اللي هو خطيبها، يرى إن خطيبته ينفع تعمل صداقات مع ولد. متفقين تماما، ودي حاجة فير جدا في ثقافته. بصي لو 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 قلنا لكل واحد قناعته النهارده، هو بيتكلم من قناعته وهي بتتكلم من قناعتها، تعميم ده كارثه. لا. لا. كارثه. لازم نتفق ان في النهايه اللي بيحكم ثقافه مجتمعيه. بس موضوع قبول الصداقه على الفيسبوك، احنا كان عندنا بس راي الناس موضوع حكايه الفريند ريكويست اللي على الفيسبوك ده اللي وجع دماغ الناس كلها. هنروح نشوف ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معانا. هو اكيد في تعامل مختلف، يعني في حدود في التعامل. اذا كان هي حد ما تعرفوش فما ينفعش استناها تقبله من الاول. لو هي حد تعرفه وانا اعرفه تمام يعني، بس اكيد في نظام معين في الكلام وفي حدود. يعني الشخص اللي انا يعني بعت لي ده انا اولا ما اعرفوش، دي اول حاجه. والتاني حاجه انا برضك مش عارفه رد فعلي، ان انا مثلا هل لو صديق مثلا ليا او حد من اصدقائي فطبعا هقبل الموضوع، لو غير كده لا.
اكيد هتضايق جدا وعامل مشكله كبيره، لان انا ما احبش كده، ان انا احب ان يعني قريبه بس تقبل قريبه بس، ما تقبلش حد غريب وكده. هو لو في اصدقاء مشتركين يبقى هو عارفني فعشان كده هو بعتني، لكن هو لو هو مش عارفني يعني ممكن ساعات بيبقى بيضايقوا، لو حتى قبلت في زمايل بيقبلوا كده بيفضلوا يضايقوهم وكده. بالنسبه ان هي تقبل طلب صداقه انا موافق، حتى لو بدون سبب معرفه، لان ده عامه الانسان يعني من طبيعته اللي هو بيحب يتعرف على ناس جديده كل يوم. لا ما فيش ضوابط، يعني هي ممكن تبعت له عادي لو هي حد قريب منها جدا يعني، لكن لو حد من بعيد مثلا او كده لا اكيد ما رضاش. وانا ما ينفعش اساسا اعمل اد لحد مهم اعرفه على الفيسبوك او اي سوشيال ميديا، لانه كده غلط اساسا. يعني السوشيال بوظ كذا علاقه وكذا حد كلم حد، هي بتبوظ علاقات. طيب احنا كنا بنتفرج طبعا معاكم على رأي الناس، وفعلا زي ما استاذ ايهاب بيقول كل واحد بيتكلم وفقا لنشأته وفقا لثقافته وفقا هو قابل او مش قابل. بس هو سؤال معلش مني انا يعني شوية كده، هو انا ايه اللي خليني اتواصل مع حد على انا ممكن، عشان الاستاذ بس كان بيقول لك الناس بتحب تتعرف على ناس جديده كل يوم، طبعا نحب نتعرف على ناس جديده كل يوم ودايره معارفنا تبقى اكبر، بس ابقى شايفاه قدامي مش شايفه صوره، مش ممكن هقبل ان انا اتواصل مع حد او اتكلم مع حد او اقعد ارغي بالساعات مع حد على فيسبوك او يطلع على معلومات شخصيه عني او صور وانا مش عارفه مين ده ومسمي نفسه اي اسم وصوره، انا اعرف ده منين؟ ده انا طالما يعني الشخص ده مش قدامي او مش قاعد او الشخصيه دي مش واقفه او قاعده قدامي، انا هتكلم معاها ولا اتعامل معاها ازاي؟ دي برضو حاجه من الحاجات اللي انا برضو ما بفهمهاش، يعني ازاي اتعامل مع حد في عالم افتراضي، ازاي اتعامل مع حد بيقول لي اللي هو عايز يوصله لي انا مش سامعه صوته مش شايفاه. خليني اقول لحضرتك احنا عايزين نفصل بين العلاقه البرايفت الشخصيه وبين العلاقه العامه. الصفحه المفروض تكون صفحه عامه، ولو شخص انا مش عارفاه بيدخل يعلق على الصفحه العامه يعني 100 حد شايفه، كل الناس شايفاه، عيلتي شايفاه، جوزي شايفه، ابني شايفه، كلنا. لكن العلاقة البرايفت هي العلاقة الخاصة، ازاي انا اعمل علاقة مع شخص معرفوش، هو ده الكلام. طيب. ازاي البنت تروح كل يوم تقول له صباح الخير، مساء الفل، عامل ايه، شربت النسكافيه، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني ونقف جنبه ورافضينه. ازاي تتكلم واحد ما تعرفهوش؟ كون ان يبقى فيه اي واحد اكس عندها على الصفحة بيعلق على صفحتها، ده مش عيب، ده مش عيب خالص. غير كده قياسا مين هي؟ احنا بنتكلم على كل الناس ولا بنتكلم الست دي بتشتغل ايه والبنت دي فين؟ افرضي حضرتك انها بنت في جامعة انترناشونال، يعني ممكن لازم تكون في اسرة ما داخل الجامعة، يعني لازم تقبل اكبر عدد من الشباب. افرضي انها بتشتغل في الميديا، بتشتغل بشكل عام، يعني ليها ناس مريدين، ليها ناس معجبين بيها. هل يا ترى احنا هنحكم نقول دي عندها رجالة كتير قوي ما تعرفهاش، دي ست منحلة؟ لا، هي شغلها ايه، هي طريقتها ايه، وهي اللي بتحط الاطار. فكرة الوصاية ان الراجل هو اللي يظبط لها ادائها واخلاقها، انا شايفاها ده ينتقص من الراجل اكتر ما ينتقص من الست. طيب لان الراجل مش مفروض يقول للست عيب وايه اللي مش عيب، المفروض انها تحترمه وتكون تحت قوامة حقيقيه لجوزها، وكمان هو طيب هحط بقى على راسه. تمام، هحط بقى انت تحترمه دي عشان دي بقى بالنسبه لي برضو مهمه جدا. بس هاخد صلاح الاول. يا صلاح. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الفل استاذ حضرتك. بس عشان يعني مثلا المواضيع دي بنتكلم فيها كتير، بنتكلم فيها على طول، دايما بنتكلم فيها برامج وكده. احترام ليكي يعني، انا اسف ليكوا وللجماعه، اذا ما كانش فيه ثقه متبادله من الاساس ومعروفين والتواصل بين الناس وبعضها صح، يبقى العلاقه فاشله. صح. ماشي، لان العادات الشرعيه بتاعتنا احنا طبيعي، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الشيء اللي في شك انا ابعد عنه، الشيء اللي فيه شك انا ابعد عنه. صح. انا يعني مثلا ما يدور في دماغي، ما جيبش لنفسي وجع الدماغ يعني. نعم، ما جيبش لنفسي وجع الدماغ. لا يعني مثلا ما احترم لك، انا ما احطش دماغ نفسي اللي بتقول لي عارفها ايه، وعارفها بقول لها ايه، او هي راحت فين النهارده، او جت منين النهارده. اذا ما كانش في صراحه وثقه بين في التعامل بين الزوج والزوجه، يبقى ليس للعلاقه اي معنى. احترام اهم حاجه، احترام اهم حاجه، يكون بيحترم نفسهم وده يحترم نفسه. بعدين مش معنى الراجل يعني ما قالتش محترم لك، ازاي في سامع الدكتور بيقول ايه، الراجل يكون له صداقات بحريته. معلش ما ينفعش. طب ما انا مش عارف الصداقات دي بشكلها ايه.
ايوه ولا مظبوط يا استاذ صلاح عندك ما تعرفش الصداقات دي شكلها ايه. كان الراجل محترم ايضا هو ما يعرفش الصداقات دي شكلها ايه والفرصه اللي فين. يبقى يا ريت يكون لو الاحترام بالمبادئ الدينيه افضل من اي شيء. عندك حق، شكرا ليك يا استاذ صلاح. طيب انا هنا باخد برضو من كلام الاستاذ صلاح والاستاذه عبير ان الاحترام ان يجب ان يكون في احترام متبادل. يا اما انا لا اقبل على هذه العلاقه، لان الكابل اللي بيبقى داخل على العلاقه بيبقى دايما حافظ مش فاهم للاسف الشديد. وده طبعا يا استاذ عصام حضرتك بتشوفه كتير في المحكمه، يعني ان المواضيع بتيجي بسبب شك، بسبب فيسبوك، بسبب شك يعني او غيره واصله لمستوى مرضي مثلا او حاجات زي كده. فانا داخله في حته ايه، طب انا يا جماعه طب يعني انت داخل حافظ ان انا المفروض لازم اشك فيها واعمل تك 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 بغض النظر عن مين دي الشخصيه، بس انا لازم اعمل كذا. هي داخله لا انا اتجوزت يبقى هات بقى وريني التليفون وهات وريني مش عارف ايه وهتعمل كذا كذا كذا، وفي جمل كليشيهات كده بتتقال هي بتبقى حافظاها وهو حافظها. ده بيوصلني بقى في الاخر لان انا هو ايه الحياه اللي هو دايما بيقول عليها ايه، ممله. احنا زهقنا، والناس بتستهدر بالكلمه دي، بس كلمه احنا زهقنا دي مؤشر وحش قوي. حضرتك شايفه بقى ايه؟ بصي هنرجع تاني نقول ان مش معنى ان انا بقول ان الست مش من حقها انها تفتش ورا الرجل لان الرجل رجل والست ست، ده يديله الحق بان هو يرتكب اي حاجه ضد الدين او ضد الاخلاق او ضد انك انت انسان مستقر في بيتك وارتبطت بدي وفي ثقه بينك وبينها حاجة زي إيه؟ وارتضيتها اي إيه شيء طيب؟ اي شيء خطأ. ما ممكن يقول لك هتجوز اي حاجه تضر، ما ممكن يقول لك هتجوز. لا 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 اديني فرصه بس اقول لك على حاجه. المعروف اللي غلط ايه والصح ايه. انا النهارده انا بتقي اللي قبل كل شيء في هذه الزوجه بصرف النظر بقى انا معايا اللي هي دخلت على الموبايل ما دخلتش على الموبايل، العلاقه اللي بينه وبين ربي اصلا المفروض تكون مستقيمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها ان احنا لنا في اطار معين مفروض بتتحط فيه الست وبتتحط فيه الراجل. مش كل حاجه مسموحه ليا انا كرجل هتبقى مسموحه للست، ان انا نادي بالمساواه. لا، في تقاليد معينه بتلتزم من الست انها بتلتزم بيها. والثقافه دي زي ما قال الاستاذ ايهاب ان احنا بنتفق على هذا. انا راجل شرقي ماليش انك انت تخشي على تخشي مثلا او تعملي فريند كويست لحد انك انت تقبلي اضافات انا مش عايزها. يبقى في اتفاق ليه؟ لان انت النهارده زوجتي مملوكه ليا، مفروض ان مملوكه لحضرتك. أيوة أيوة لا هي مش ملك ليك. معلش معلش هي مش مكتوبه لك على البطاقه حضرتك ولا انا بقول انها قطعه اساس في البيت. لا هي مش مملوكه، كلمه مملوكه دي انا بعترض عليها. لحظه طيب انا عندي سؤال للاستاذ ايهاب بس انا معايا تليفون بعد اذنك هاخد يا عمر. الو عمر من سوهاج. ايوه عليكم السلام. ايه الاخبار؟ تمام. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا عمر اتفضل. ايوه معلش انا بس كان عندي يعني حاجه بسيطه عايز اقولها. دلوقتي طبعا العلاقه الزوجيه الاساس القائم عليه هو الصراحه وعدم الشك. لو اختل شرط الشك ده يبقى انت كده اختليت بحاجه يعني مش اي حاجه، ده اساس العلاقه. تمام؟ هيبقى بناقص منها احسن. الاستاذ من شويه ايهاب بيقول ان الست مملوكه ليا. الاستاذ عصام اللي بيقول. لكن لا هو مش مملوكه. طب اسمعوا نسمع بعض. طيب نسمع بعض. نسمع بعض. طيب نسمع بعض. اتفضل يا عمر. هي مراتي وكل حاجه، فمن صلاحياتي انا اكبر من صلاحياتها، فمش من حقها برضو يعني تعترض على كده. ومش هو انت متجوز يا عمر؟ كده يا عمر؟ طيب استاذ ايه؟ لا انا برضه اقصد اقول التصرفات الست مملوكه لزوجها عشان بس الاستاذ عبير بتتصيد لي. لا مش حته مملوكه. طيب انا عايزه بس ارجع يا جماعه بس ملكية بين الطرفين. ما هو ده البانيك اللي بيحصل يا استاذ ايهاب. ماشي طب هرجع لك تاني. حاضر دقيقه واحده يا جماعه نسمع بعض بعد اذنكم. دي المساواه الانسانيه دي حاجه راقيه جدا. طيب نسمع بعض بعد اذنكم. لسه الذكر كالانثى استاذ ايهاب. بيولوجيا يا فندم حضرتك مش هتنفع تولد، لكن ثواني بس هتولد بس هنتكلم في موضوع تاني. ثواني لحظه استاذ ايهاب دلوقتي نفس يعني النقطه اللي كنت بتكلم فيها مع الاستاذ عصام. قصة ان انا في الاخر انا ببقى داخلة العلاقة عشان لازم ابقى عندي علاقة وعشان هي الحاجات اللي محفوظة. اكيد حضرتك بتسمع كلمة انا زهقت انا مش عايزة اكمل سواء من الراجل او من الست. طبعا الراجل بتبقى اكتر شوية لان هي بتستهلك يعني كل الطاقة اللي عندها ان هي ما تقولش كلمة انا زهقت. فكل ما باجي اسألهم طب انتوا يا جماعة زهقانين مستنين ايه، كل واحد يقول لك ما تيجي منها احسن ما تيجي منه احسن. انا مش عايزة ابقى يعني ابقى قاعده مستنيه لما اللي قدامي يقول لي انا زهقت منك عايزه اسيبك. الموضوع ده بيحصل ليه؟
انا عايزه افهم ايه كلمه انا زهقت اللي بسمعها كتير دي؟ هي الفكره بس ان ده في مفهوم الانثى هم صغيرين ربوها على ان هذا الرجل هو الاله، هو العالم الكامل المطلق ليكي، فتلاقيها بتطوف حواليه 24 ساعه. انت قلت ليه وقلت رجل؟ لا اقول لك الخطا الاول، يعني اقول لك الخطا جاي منين؟ يعني الخطا جاي لا اصل انثى ورجل. طب نسمع، طب نسمع طيب. الفكرة مش عايزين نتخانق يعني، الفكرة ان هم بشكل خاطئ ربوها على ان الرجل هو المنقذ. المنقذ عارفه كلمه الانوثه جت منين اصلا؟ من فلسفه المنقذ، فهماني؟ ان هو ان انت لولا هذا الكائن هيدخل البيت وياخدك، فانت هتبقي واخده لقب عانس، لو طلقك هتبقي واخده لقب مطلقه. أيوة. فبالتالي بقى مفهوم الرجل في عالم المراه بقى هو الاله باللفظ القبيح ده. بيستعمل الموضوع ده ازاي؟ ما انا بقول لك بقى ايه اللي بيحصل بالظبط. هو فبتدي من اول يوم يخرج، انت رايح فين؟ رايح اقعد مع اصحابي. ده الشاب الصغير لسه متجوز، متعود يخرج مع اصحابه احيانا. طب لا، ازاي تسيبني في البيت تخرج؟ هو انا ايه كرسي حاطه؟ هو انا مش عارف ايه؟ طب بتكلم مين؟ طب تبتدي تعمل حصار على حريته من اول يوم، لان هم فهموها ان ده بتاعها. وانا طبعا رفضت فكره مختلف مع اصحابي، فكره الملكيه مشتركه لاي طرف، انت مش ملكي وانا مش ملكك. فهموها ان ده انت لازم تحافظي عليه لحسن تبقي مطلقه، ممكن يتخطف منك، ممكن يتخطف منك، وممكن واحده تخطف تانية. فبالتالي بقى في صراع، قاعده طول النهار بتركز هي بتدور في فلك هذا الرجل بيعمل ايه وبيكلم مين وبيعمل، سايبه العالم كله وسايبه نفسها واهتمام ذاتها ومركزه مع هذا الرجل. فبالتالي لو حصل ان هو سابها تنهار، تموت، تقفل اصدقائه. في رجاله اغبياء بيعملوا كده مع المراه، ما تكلميش حد، ما بقاش ليك اصحاب، ما بقاش مش عارف ايه، فيبتدي هو بيكثف حصارها حواليه بدون ما يقصد. وهي كمان فبالتالي تبتدي تطوف طول النهار، قاعده بتطوف حواليه. وساعات هي بتعمل معاه كده فبيحصل منها. ممكن هو بارادته بغبائه يوصلها لمرحله ان هو ما تكلميش حد، ما لكيش اصحاب، ما تروحيش عند امك، ما تروحيش، فيبتدي هي ما وراش حاجه غيره. فبتحصل ان ممكن هي بحماقتها اتربت خطا وفاكره ده بتاعها هو فيبتدي تبتدي تطوف حواليه، فيبتدي يحصل الانفجار اللي بتقولي ده. وبيحصل لي في سنه تانية جواز، تاني سنه جواز. احنا عندنا نسبه طلاق في مصر تقريبا الكارثه اللي الناس مش فاهمها، وصلت 80% فعلا، وصلت 60% منها 80% في السنه الاولى، رقم فلك يعني. اي اثنين بيتجوزوا انا كانت السنه السابعه قدمت شويه النهارده سنه اولى جواز يعني. بنسميها سنه الاكتشاف. اولى جواز عيب والله، سنه الاكتشاف، السنه طيب. الحمقى دي اللي بتتم فيها كل المصايب. طيب عم بطرس، الو. ايه يا عم بطرس، ازيك؟ وحشتنا. لا والله انت بتحكم على طول يا استاذ ماهر، بس انا ما هخلي معلش التليفون فيه بس. معلش، اخبارك ايه يا عم بطرس؟ زي الورده الحمد لله. احب اطبع على الساده الضيوف واقول لهم انتوا كلكم رايكم صح، بس كل واحد ما ياخد رايه من الزاويه اللي هو واخد باله منها بس. تمام، قول لنا رايك بقى. رايي كله ان في مشكله عندنا. انا في سلاح قوي اسمه سلاح الفيسبوك. اي سلاح قوي ممكن اي واحد لما واخده مش بتعلمه كويس يأذي نفسه بيه، يعني الجهل دايما يأذي نفسه بالعلم. فخلي بالكم ان احنا المجتمع بتاعنا مجتمع يعني غير، مش عارف يعني، غير مؤهل موضوع الفيز وغير مؤهل للكلام ده كله. الاستاذ هنا ما يقول العفه وما يقول مملوكه. دي مملوكه يعني مشتريها ولا ايه؟ لا مش مشتريها طبعا. رد عليك اهو دلوقتي. بس في حاجات تليق وفي حاجات ما تليقش، بس قبل ما اقول تليق وما تليقش اعرف ايه دوري انا عشان اعرف احكم بعد كده واقول ايه اللي يليق وما يليقش. مش انا سايب ثلاث ارباع دوري وما بص ان انا راجل شرقي راجل شرقي راجل شرقي. ايه مفهوم الراجل الشرقي؟ طب ما الراجل الشرقي كان في السبعينات، دي كانت الحياه كويسه. يبقى هنا في غلطه في المفهوم، الراجل نفسه اللي هو قائد البيت مش في الست. يا استاذ عصام، المشكله فينا احنا كرجاله، احنا اللي ربنا قال لنا الرجال قوامون عن النساء. استاذ بطرس، بص يعني مفهومك انت صباح الفل عليكم على اسوان كلها والله. وتعاملك انت في البيت ما تحجرش بيه على الناس، انت حر. انا عايز اقول ان دايما الرجاله، رجاله الصعيد كل يوم بيبهرونا. دايما احنا بنقول ان الصعيد والجنوب هم الاكثر قمع واكثر عنف واكثر تشدد. الحقيقه انا ما قابلت لا لا لا, لا انا عمري ما قابلت راجل صعيدي الا لو كان متفتح وشخص عقلاني بالشكل ده ومش قامع للست بتاعته. على فكره لازم نصحح نظرتنا للصعيد. هو الرجوله بتسميها قمع يا استاذ؟ انا لما كنت بعمل ابحاث في الصعيد الرجوله والالتزام قمع عندي. لما بيكون مغلط مغلوط. على فكره يا عمير، في حاجه في ستات بتبقى عندها يعني، ودي برضو من الحالات على فكرة. يمكن لما اتكلمنا مرة من فترة عن الغيرة كلمتني كذا واحدة بتقولي أنا ببقى متضايقة جدا لما ما بيحصلش معايا الأسئلة كتير أو بحس إن هو ما عندوش نخوة مش مهتم. لما ببقى مثلا
قصدة ان انا اعمل ميك اب اوفر شوية او قصدة ان انا البس حاجة علشان هو يقولي لا ما تلبسيهاش، بتضايق جدا لما ده يحصل، فبحس ان ده عدم اهتمام. في ما هو دي بقى اللي انت كنت بتكلمي عليها من شوية، اللي هي كل واحد من تنشئته او من ثقافته. شفتي يعني حتى 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 مفهوم استاذ عصام بقى ليه مردينه، فهمني اقصد ايه؟ انا بتجيلي احيانا على فيسبوك، انا عندي مئات الالاف من البنات على صفحتي على فيسبوك، احيانا تجيلي بنت تقول لي انا عايزه الرجل ده، عايزه النموذج السيد اللي بيحتويني. أيوة. هي طالبه كده ليه عبير النهارده توصلني لمرحله انها تقول لي لا اصل هي شاذه ولا هو شاذ ولا لا هما متخلفين. لا لا هي مش هي نوع من الاناث اللي بتتطلب ده، هي عايزه، هي ده بالنسبه لها الحقيقه. احنا بنفهم تقول لك انا عايزه الاهتمام، انا عايزه احس ان انا مهمه. والله محورين كده قلتي، محورين يا استاذه مها عبقريين. بعد اذن حضرتك، اذا كان القمع عايزه ارد عليه حافظ على أسرة، أهلا بالقمع. أنا عايز أقولها بس في حدود يعني في يعني في أرقام زي ما الأستاذ إيهاب بيقول. تعالي شوفي الصعيد، تعالي شوفي الصعيد، ومع احترامي لكل الناس، أقل نسبة طلاق موجودة في الصعيد ليه؟ عشان في التزام، عشان الراجل بيحترم المرأة. ثواني بس، في التزام بالتقاليد، بيتجوزها هي عشان بنت عمه. حضرتك في التزام بالتقاليد، الرجولة عندهم مسموعة، الراجل مسموع في البيت، الست هناك بتحترم الرجل كويس جدا، محافظة على التقاليد، وده موجود في وجه بحري. بس انا عايز اقول الاكثريه في الصعيد هتلاقي نسبه الطلاق قليله جدا، صح. لا تكاد تذكر على موجود في البحر. بسبب ايه؟ بسبب الانفلات اللي موجود، بسبب ان الراجل شايف المساواه. ما تلاقيش حد هناك بيقول لك انا مفروض اتساوى مع الرجل زي ما احنا بنقول هنا، زي ما الاستاذ عبير بيتكلم. احنا ما بنقولش تساوي، الستات بتوع المراكز وال في ضوابط يا استاذه، يتساوى بسيدات الصعيد استاذه او الرجاله تتعلم كيف تعامل الضوابط مفعلة في الصعيد. رجالة الصعيد عندنا هنا للأسف الحقيقة مفعلة. هم بالفطرة عرفوا يحافظوا على الأسرة المصرية عن طريق احترام الست واعطائها هيبتها. في جزئين انت حضرتك مسكتي كبد الحقيقة، في محورين قلتيهم، قلتيهم الأستاذ زهاب. الأستاذ زهاب قال حاجة خطيرة ليها علاقة بالنشأة والتربية، وده مجال عملي، ان هم بيصوروا الرجل إليها ومتفقة معاه بشكل جذري. فكرة الخنقة، احنا عقد الجواز عقد سعادة، العلاقة علاقة حب اسمها، يعني ان انا راح اسعد مع شخص وهو يسعد معايا، اكون انا مصدر سعاده معاه. احنا ليه بنتعس نفسنا؟ حضرتك سالتيه بتقولي له يعني ده مش خنقه ومش زهق. الحقيقه انا عايز امسك في ده، هو احنا لحد امتى هنقعد نزهق في بعض؟ هنطهق في بعض؟ هنمسك لبعض على الوحده؟ في متصل واستاذ ايهاب ان احنا لازم هنلاقي، على فكره اللي بيعمل حاجه غلط هو اللي بيهرب، هو اللي ما بتلاقيش وراه. هو الالتزام عندك خنقه؟ انا بقول لحضرتك، بقول لحضرتك عندك ضابط ايه؟ انت بتفتش وراه بتتجسس ودوت عايز تقول ان انت كده بتحل غالبا المشكله دي. غالبا هاخد بس عامر اللي بيتدور وراه وبيعمل حاجه غلط ما بتعرفيش تمسكيه، ولا بقى تمسكيه، ما انت اللي بقى يعني هتبقوا في الاخر. بصي يا صدام، هنا جاي صدام جاي منين؟ من اختلاف القناعات، فهماني؟ واحد شايف انت حضرتك شايفه وش ايديها ولا ظهرها؟ لا ما اصل برضه لحضرتك انت شايفه ظهرها، وانا عمال اقول لك وشها اهو، انت ازاي مش شايفه؟ تقولي والله ده ظهرها. لا استاذ ايهاب برضه معلش، طيب ميوعه عدم تعريف الامور ومحددتها. طب ممكن اقنن لك حاجه مهمه يعني؟ ده امر برضه استاذ ايهاب مش منطقي. معلش طيب اتفضل يا استاذ ايهاب. الاول بصي بصي، كل واحد عمال يطالب بمفهوم حتى المساواه. ايه مفهوم المساواه؟ المساواه حتى الدين والعرف شرعها بان هو المساواه في الحقوق والواجبات فقط لا غير. يبقى لما اجي اقول المفهوم ده الاستاذ عصام يقول لي ايوه مفيش حاجه اسمها مساواه بين الست والمراه، هو ما يقصدش ان عدم المساواه في الحقوق والواجبات. عبير تطلب مساواه مطلقه، لازم يبقى الراجل متساوي مع المراه في كل حاجه. هنا ممكن يكون في قناعتي خطا، لكن ممكن من وجهه نظرها في فرنسا وفي السويد وارد جدا المراه تيجي، المراه والرجل هو ينفع الراجل يتجوز على مراته؟ المساواه في البيت، هو ينفع الراجل يتجوز على مراته بس في السويد ولا في فرنسا؟ والمساواه الانسانيه في فرنسا يتسجن وفقا في المجتمع السلفي. في المجتمع السلفي المراه تقول اتجوز عليا احنا عندنا مساواه. الراجل يعني ادي مثل بسيط، هل الراجل النهارده ماشي المفترض فيه انه يكون في ثقه بينه وبين زوجته ويعرفها وراح فين، لكن افترض في تصادم بينه وبين بعض، هل الراجل المفروض ان هو ما ينزلش لما يستاذنها؟ العكس لازم، العكس لازم. بالظبط طبعا. طيب الحقيقه عامر، اشوف عامر بس يصل معايا بعد اذنكم. هو فين بقى؟ هو فين اصلا؟ يا استاذ عامر الو. ينفعش كده يا استاذه مها؟ ايه؟ بقى لي نص ساعه مستني حضرتك. حقك عليا، معلش معلش. اتفضل. ما تقفل عليا على طول؟ لا مش هقفل، هقفل ليه؟ طب انا عايز اتكلم اوجه كلامي للاستاذ عصام. استاذ عصام معاك اهو. هو بقى يقفل ما يقفلش، هو حر. الراجل بيتكلم الصح وبيتكلم الشرع اللي ربنا قال عليه. مفيش حاجه اسمها مساواه بين الرجل والمراه، الراجل راجل والست ست. زمان كان يعني انا راجل، انا عندي 71 سنه. ربنا يديك الصحه يا استاذ عامر. حتى بتتطلق، يوم ما تتطلق تستخبى في بيتها ما تخرجش.
دلوقتي كان من قيمة حوالي 3 كان عار يا استاذ عامر ان الست تبقى مطلقة في عيلة. اه والله كان عار. ايوه كلام عار والله كان عار. ما هو انتوا هما ده الاول كان عار. دلوقتي عادي مش فيش اي مشاكل يعني عادي. راجل في حاجة اسمها زي ده الراجل يا استاذ عامر ده باين طلع موضة ده ولا ايه يا استاذ عامر؟ كانت ورقة الطلاق بتروح للزوجة, دلوقتي ورقة الطلاق بتروح للزوج للاسف. اعترضوا كمان على شرع ربنا وفقه السنه يا استاذ عصام ده بتاع يعني مش ممكن نزعات ال طيب لا احنا بنسمع وجهات نظر. اتفضل يا استاذ عامر اتفضل. انا بقى مع حضرتك اهو. تمام تمام. كانت الست بتطلق ما تطلع أو كان الراجل او ابوها يقول لها انت ما فيش الا خرجتين, خرجه لما تتجوزي وخرجه لما تموتي. صحيح كارثه صحيح. مع الجاموسه اللي طيب مربوطه. لا نسمع يا عبير لو سمحت. زمان كان مش الستات دلوقتي عشان ايه المساواه تحرش مش عارف ايه ما ينفعش كده يا استاذ. هي معزه يا طيب صحيح. انا بسمع بس اسمع انا بحب اسمع الكل بس هو من يوم ما انت قلت ست زي الراجل والبلد خربت. انا عايز ارد ده كل ربع ساعه ولا كل خمس دقايق واحده بتطلق كل دقيقتين يا عم عامر. والله انت راجل محترم يا عم عامر. شكرا يا استاذ عامر بشكرك ومعلش سبتك على التليفون شويه. طب ماهر بقى عشان ماهر بقى له كتير. الو ماهر من سوهاج. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام؟ الله يسلمك. الحمد لله. اتفضل. بصي حضرتك انا هنحل لكم الاشكال ده في الصعايد. احنا عندنا المراه معززه ومطانه. طيب. احنا عندنا المراه مين هي؟ اول ما بيفتح عليها الراجل يلاقي المراه هي الام. طبعا. او الاخت اذا كانت اكبر او اصغر. او الزاويه او الابنه مين فيهم رخيصه عنده؟ المرأة يعني نص المجتمع. احنا بنحترمها جدا في الصعيد ولذلك ما فيش حالة طلاق ابدا. يمكن نسبة الطلاق عندنا ما تتعداش 2% زي ما انتم بتحكوا 80%. صح. عندنا احنا في سوهاج او الصعيد عموما المرأة بتحترم فوق راسنا من فوق والله. مين هي المرأة؟ بيفتح عليها بيلاقي الوالدة. هل الوالدة رخيصة علينا؟ بيلاقي الاخت اكبر او اصغر برضو عزيزه عليه بيحطها في عينيه. بعد كده الزوجه بيحترمها وبيعزها وبيصونها. احنا عايزين تبقوا حاله عامه. الابنه برضو تنتشروا. احنا عايزين كل الناس تعمل زيكم كده يا عم ماهر. حاله عامه عشان الناس تحترم. عايزين كل الناس تعمل زيكم كده. يلتزموا بالضوابط واخلاقيات السعيده يا بنات. كامل بيحترم المراه وهي كمان برضو بتدي حقوقها كامله. مشغل عليها الشرع زي ما الاستاذ بيقول. تمام. طيب صباح الفل عليك يا عم ماهر وبشكرك شكرا جزيلا وبحييك وبحيي كل اهل الصعيد اللي فوق راسنا اللي بيكلمونا النهارده. في برضو عندنا بقى كذا حد كاتب على الفئه المراه لا تتساوى بالرجل الصعيد ولا مش عارفه. ده حد بيكلمنا من الصعيد يعني. تمام مع وجهه اللي هو مفيش وجهه نظر مفيش مساواه. رشا مجدي بتقول موضوع بقى ان هو يضيف او ما يضيفش او راجل يعمل لي اللي هو عايزه من نفسه لو بيحبها وبيخاف على زعلها مش هيعمل اللي يضايقها ويراعي ربنا فيها. ممكن نكون كائنات في لحظات غيره وغضب بنطلب ان يكون نفس المعامله بس المفروض حتى لو الراجل عمل حاجه المفروض الزوجه ما تعملهاش. يعني لو خانها هتروح تخونه هي كمان؟ لا طبعا. رشا انت بعت كذا مسج. حاضر هقراهم كلهم. تمام. دي اخلاق وتربيه. على فكره بس انا عايزه اقول جزء ان احنا بنخلط في مفاهيم المساواه. يعني لما اقول لحضرتك المساواه بين الرجل والمراه انا بتكلم على الدستور والمجتمع واحنا كدوله كمواطنين مفيش اي فرق بيني وبين الراجل. اما اكون داخل منظومه زواج قطعا هيكون في فرق. لما انا هتجوز واحمل واخلف وارضع هقعد ارضع العيال لان في حاجه اسمها حقوق الطفل بالمناسبه. وانا الست اللي بتهين الطفل او بتتركه للمرض او لشغاله انا بشوفها انها انتهكت حقوق الطفل مش حقوق الراجل كده حقوق طفل. فاحنا مش فاهمين يعني ايه مساواه. احنا مش بننادي بالمساواه البيولوجيه لان المساواه البيولوجيه ربنا هو اللي اقرها ان طيب. مفيش مساواه بيولوجيه. قد تكون المراه اكثر تميزا بالمناسبه. عايز اسال قد تكون المراه اكثر تميزا. سؤال اللي انا بسمعه من الجميع سواء من حضراتكم او من الفيسبوك او من الساده المتصلين الحب اهم ولا الاحترام في العلاقه؟ محتاجه تعرفي الاثنين الاول. يعني كلمه الحب في قاموس العرب عموما مستقى من الدراما. هو الحالة المتوقدة من المشاعر. أحمد رمزي وهند رستم وفاتن حمامة وكده. ده مفهوم خاطئ للحب طبعا. ده اللي هو فشل المجتمعات العربية وخلى كل بنت مش ممكن تتجوز غير ما تحقق نموذج عمر الشريف و وده مش واقعي طبعا. هو الحب هو الأمان والرحمة والسكينة اللي كلم عليهم الدين. لو ده
يبقى ده مهم جدا, ده دافع, ده باور العلاقه. طيب. لكن ده 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 الشراره اللي تصنع العلاقه, لكن كيف تستمر العلاقه؟ بالاحترام. بالاحترام. الاحترام هو جزء الصداقه في العلاقه الزوجيه حتى لو ما استمرتش. ما ينفعش تستمر العلاقه. بصي شراره الولاد حاجه دي اسمها الحب, هي المشاعر. طب كيف تستمر العلاقه دي؟ فين بقى الوقود اللي هيكمل العلاقه؟ هو الاحترام. لان لو العلاقه ما فيش احترام ما تستمرش. طبعا طبعا. طيب انا بقول لحضرتك بين اي اثنين, ما انا هقول لك, لكن في حب وما فيش احترام الاثنين هيضيعوا. في خلط في ايه؟ انا مثلا عندي شكوى هنا برضو, واحده بتقول دلوقتي هي متزوجه بقالها فتره, وهي مش يعني من الزوجات السلسه جدا, يعني يعني زي ما تقول ايه, هي وزوجها اصدقاء اكتر. بس ده مخليها مثلا ان هي بتبقى عندها مشكله ايه, هو دايما حاططها في الحته بتاعت ان هي مش قايمه بواجب الشك والغيره والحاجات دي, وهي مش يعني مش متعوده, يمكن مش ثقافتها زي ما حضرتك ان هي لا خالص. لا هو متضايق ان هي متضايق ان هي ما بتشكش. ما بتشكش فيه. ايوه. لا بس خلي بالك انت تقصدي ما بتغيرش عليه. مش تقصدي كده, اصل هي كلمه الشك دي وهي بتقول ان هي بالطريقه دي هي بتحاول ان هي تسيب مساحه او حريه شخصيه ليه, بس هو يمكن ما بيهتمش قوي او مش فاهم. انا ما اعرفش المشكله, ما استبعتي لي معلش تاني. لا انا اقول لك انا لخص لك هي تقصد ايه اصلا. بصي احيانا يرى طرف من الاثنين ان الغيره هي نوع من انواع الاهتمام, فهماني؟ بمعنى ان انا النهارده لو خارجه ولابسه اللي انا عايزاه وبكلم واحد وجوزي مش فارق معاه الموضوع, بيبقى مرتبط عندها بالامان, هذا الرجل انا مش في ضمن حساباته اصلا ومش فارقه معاه. او عندها شك في نخوته ان هو ممكن يكون ما عندوش نخوه. كتير من البنات تقول لي ايه, تحب جاي لي عريس وبلبس اللي انا عايزاه وما بيتكلمش معايا, هو حاجه من الاثنين, اما مش مهتم بيا وانا مش في حساباته, يا اما ما يكونش عنده نخوه كرجل. اعمل ايه؟ اقول لها لا ده ممكن تكون دي ثقافه مجتمعه, هو شايف ان دي حاجه عاديه جدا انك تخرج وقت ما انت عايز خالص. تماما. هو ده مجتمعه, هو ساكن في انا اتربيت نص عمري في شبرا وكنت ارى ان اختي ما ينفعش تخرج من البيت غير ما تستاذني مثلا. دلوقتي انا مراتي بتخرج, انا ساكن في الرحاب, مراتي بتخرج غير ما تستاذني. ثقافتي اتغيرت, انا ما بقتش نخوتي ما قلتش ولا حاجه, انا ثقافه مجتمعي بقت بتستقى من المحيط اللي حواليا. بقى ليها صاحباتها بتتكلم في كده. احنا لو عملنا ده صدقني او ادراكك خلاص وصلت لمرحله. لا ما انا هقول لك هي بعتت بقيه الشكوى. حاضر. طب هاخد سعد بس واتكلم وهقول رايك. حاضر يا استاذ سعد. لحظه يا جماعه. استاذ سعد الو. السلام عليكم. عليكم السلام, اتفضل. وطي التلفزيون يا استاذ سعد. ماشي يا فندم مع حضرتك. اتفضل. ايه ماشي يا فندم. بالنسبه للموضوع ايوه انا سامعاك بقول لحضرتك بالنسبه لموضوع المساواه بين الست والرجل. كلم السماعه على طول. المساواه بين الست والرجل مش عارفه اسمعك يا سعد. عايزين نفهم يعني ايه ويعني ايه رجل. لأن الوقت حاليا 90% من المجتمع المصري مدمن بسبب المشاكل الزوجية. تمام. ماشي يا فندم. ماشي. مع حضرتك. معاك. عايزين حضرتك توعية للشباب المقبلين على الزواج والأنسات اللي مقبلة على الزواج. إزاي البنت تتعامل مع جوزها؟ إزاي الولد يتعامل مع زوجته؟ لو البنت تديه ربنا زوجها وتعامل زوجها زي ما أبوها بيعامل. والدتها بتعامل والدتها, فان شاء الله باذن الله هيبقى خير. اذا ما احنا عمالين نتكلم في حاجه وتحصيل حاصل. طيب ماشي. ما هي عايز اقول حاجه. انت اسف يعني. شكرا يا سعد. هقول اكلاشيه. وخلينا كل بنات, انت عارف انا عندي مركز اسريه. وطبعا الوجه الله مش دعايه, انا بعمله لوجه الله يعني. الفكره ان احنا حاطين سلوجان بنقول فيه في مفهوم الحريات ده اصلا, او مفهوم الـ المساواه. اوكي. المساواه تبقى ان هي ليها سلوجان عريض جدا بيقول المساواة بين الرجل والمرأة هو مساواة في الحقوق والواجبات. مع اديله قوامته عصام هنا واديلها حنيتك. الاثنين احنا بيني وبين الرجل والمرأة انا وهي مساويين تماما في كل حقوقنا وفي كل واجباتنا على الاطلاق, مع الاعتبار ان انا رجل فليا قوامتي وانك انثى انت انا ليا رجل ليا قوامتي احتفظي بيها صراحة. اوكي اللي بيطالب بيه استاذ عصام, وانت انثى ليكي حنيتك واحتوائك طالبي بيها. لو الراجل ادى لو المرأة ادتني قوامتي المطلقة كرجل وانا اديتها الحنيه والرحمه في اعتبار ان انا
مساواة بيننا، هي مساواة في الحقوق والواجبات. إذا تستقيم العلاقة الزوجية. والله الأفكار الموروثة اللي أنت عمالة تتكلم عليها دي هي دي اللي أدت والله العظيم لمليار الأسر المصرية. أفكار موروثة. موروثة من الغرب. أفكار موروثة من الغرب. ما تقصد مستوردة. لا 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 موروثة. أنت موروثة إيه؟ بنستوردها. بصي بنستوردها. مين اللي غرب؟ إحنا بنستوردها من بره. بصي ما هو أصل الغرب هيصدر لك إيه؟ الغرب هيصدر لك إيه؟ هو أقول لك هو أي كلام. هي أجندة. هي أجندة. أي شعارات وخلاص. شعارات ولا حاجة. اذا كنا يا جماعه على يعني ابتدينا نرجع نتخانق لو سمحتوا انت يا جماعه الناس مش هتفهم انت بنقول ايه كده يا عبير. دي واحده دي يا استاذ عصام. انا معايا سميه. معايا مين يا جماعه؟ بتخلي الراجل زي حديد هيتكسر. ايوه الو. ايوه السلام عليكم. ايه يا سميه ازيك؟ اول ست اتكلمنا في الحلقه النهارده. الحمد لله على السلامه يا شيخه. كل الستات كانت لسه بكلم. ايوه ازيك اتفضلي. انا معجبه بكلام الاستاذ عصام ده جدا. اتفضلي. ومش عايزه والبنات الطلاق سبب الطلاق دلوقتي هو الزهق بده تطلق. الجواز مش كلمه زهقت اللي انا بقولها. الجواز ده عشره مقدسه لازم الواحده تستحمل على قد ما تستحمل وقدامها برضو الراجل يستحمل عشان الحياه تمشي. انما مش عشان اتجوز وزهقت يومين ثلاثه اروح متطلقه. لا طبعا ما بيبقاش في احترام للحياه وللعشره يا مدام سميه. لا طبعا مش ممكن ان انا من اول حاجه كده هروح متطلقه. تمام ميرسي يا مدام سميه. طيب معايا دينا. ستات صحيو. السلام عليكم. ايوه يا دينا ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بعد اذن حضرتك احنا بنتكلم على ان نسبه الطلاق بقت عاليه جدا. ليه الستات ما بقتش قادره تستحمل؟ لما يكون زوجي بيفكر زي الأستاذ المحامي اللي بيقول الست مملوكة ده لازم يستاد، ده لازم الواحدة تجري منه. المشكلة في إن أمهاتنا ما عرفتش الأمهاتنا ما عرفتش تربي الرجل صح. الراجل فاكر نفسه إله، وبعدين حضرته بيتشبق بالقرآن وبيقول إن القرآن بيقول ليس الذكر كالأنثى. اولا ده مش ربنا اللي بيقول، دي امراه عمران هي اللي بتقول ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى. وربنا بيحكي لنا على الفهم. انا بقول قران يا استاذه. ما هو ده مش ده في القران يا مدام دينا. ده مذكور. انت بتفتي ده لا قران. لا ثواني ثواني. احنا لا 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 لحظه حافظ على كلامك بس كويس. لحظه يا استاذ عصام. احنا اصلا بتقول الست لحظه ما. احنا لا احنا مش من اي متصله تتجاوز. هي ما تجاوزتش. لا بتتجاوز. بتقول لك اصل الستات ما عرفتش تربي الرجال. لا هي بتتكلم ما بتتكلمش على ده. لا ثانية واحدة. 13 منهم احنا غير اهل للفتوى. لحظه يا جماعه. لا 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 هي لنفسها. طيب لحظه يا استاذ عصام خلاص. مدام دينا انا بشكرك بس لو سمحت. اتصرفي. لا لا انا ما ينفعش يا استاذ عصام. انا حضرتك تغلط. بتشتم الرجاله كلها. ما استتمتش الرجاله يا استاذ عصام. بالراحه شويه. انا مش هسمح برضه ان حضرتك تغلط فيها ولا هي فيك. لو سمحت خلاص بالراحه. قالت رايها. طيب. رد عليها بالحب. خلاص خلاص. طيب الست بتطلق دلوقتي استاذه ماها عايزه عشان ايه؟ طيب. زي ما الاستاذ سميه قالت عشان النهارده بيجوا لنا في المحاكم. اصل ما خرجتش رحت النادي. الحقيقه الكلام ده معايا كانت الاول الاستاذه بتتكلم. يا استاذه هو لا انا عندي راي في وجهه النظر مش معناه ان احنا بنغلط في العادي. احنا كنا فين وهنا فين يا استاذه ماها؟ ده كانت الست الاول بتقف لغايه ما الزوج بيخلص اكل. طيب. ما بتقعدش على الطبلان معايا. نسمع بعض. طيب اتفضلي اتفضلي يا عبير. مع احترامي طبعا الاستاذ عصام وانا عارفه ان هو اكيد نيته خير ان الناس ما تتطلقش. انا مش ما فيش حد فينا خالص عايز الستات تتطلق. وبالعكس كل ما انت خليتي الرجل صلب هيكسر وهيكسر البيت. الرجل لازم يكون مرن، لازم يكون محتوي. هو صاحب القوامة. صاحب القوامة هو القادر على احتواء أي مشكلة أو أي ست أو أي طفل، لأنه هو رب الأسرة، هو العائل، هو صاحب القوامة بما أنفقه. تمام. وبعدين لما ربنا سوى في كتابه العزيز قال الرجال للرجال على النساء درجة بما أنفقوا بما فضل بعضكم عن بعض. يعني حتى في التفضيل قال إن السلوك والعلاقة والمعاملات لو ست بقت افضل هي اللي ممكن تكون يبقى ليها قوامه. ثواني يا استاذه مها. احنا مش في حرب ولا في نديه ولا في خناقه بين الرجل والست، لان الرجل والست مكملين بعض. بالعكس احنا عايزين نحط دستور واضح مش مايع. ما نحطش اساليب. وفكره استيراد الغرب بالعكس انا ضد اي ممارسات زي الفريند او تقطيع الهدوم او اي ممارسات فيها مش شكلنا. احنا شرقيين ولينا مجتمعنا الوسطي اللي بيحافظ على الراجل بالمناسبه. اللي بيحافظ يعني ايه؟ عارف يعني ايه راجل. والست المصريه
مش محتاجه حد يقول لها حافظي على الراجل طيب او ما تحافظيش. انا طيب وقتي بينتهي، انا عايزه بس استاذ ايهاب يقول لنا خلاصه هذا الموضوع. اتفضل يا استاذ ايهاب. هو بس احترام قناعة الآخر زي ما ابتديتها هنهي نفس الموضوع برضو، يعني لن تستقيم أي علاقة بين اتنين حتى الأصدقاء غير ما نبني الأول دستور في بداية العلاقة. ده بنعلمهم لأولادنا حتى ما يجوا يتجوزوا، وعملها مهاتير محمد في ماليزيا لما جه أسس الأكاديمية لأنقاذ ماليزيا من الضياع بعد ما كان نسبة الطلاق عندهم والأنوثة 80% بقت 5% النهاردة. أوكي. فالفكرة ان هو عمل ايه، هو أرسى قوانين، قال لك أي اتنين عايزين يتخطبوا يجوا يقعدوا قدامي هنا في الأكاديمية، حط لهم قوانين مناسبة ليك، هي بتخرج بميكرو ديوب، مناسبه ليك مش مناسبه امشي اختار واحده غيرها. هي دي منتقبه مناسبه ليك. اوكي تأهيل. تأهيل. انتوا الاثنين لازم تتفاهموا وتلتقوا في نقطه. طيب. احنا هنعمل كده. احنا طبعا خلينا نتكلم في ان كل وجهات النظر تحترم، سواء وجهات النظر اتقالت على الفيسبوك، وجهات نظر ضيوفي اصدقائي الاعزاء او حضراتكم لما كلمتونا على التليفون، كل وجهات النظر تحترم، نحب نسمع الجميع، وكل زي ما استاذ ايهاب بيقول وفقا لقناعاته وفقا للي يتقبله او تعود ان هو يتقبله في مجتمعه. مفيش حد له حق ان هو يهين حد، لست تهين راجل باي شكل، ولا راجل ان هو يهين ست باي شكل من الاشكال. الجواز عباره عن علاقه مبنيه فعلا على الموده والرحمه والاحترام، التلات حاجات دول اذا ما كانوش موجودين ما تتعبوش نفسكم. انا بشكركم شكرا جزيلا. سعيده ان انا كنت معاكي. شكرا استاذ عبير سليمان، شكرا ليكي. استاذ عصام عجاج محامي بالنقد، شكرا. وبشكر الكاتب الصحفي والروائي استاذ ايهاب معوض، شكرا. استنونا بعد الفاصل وفقرتنا الاخيره مشاهدينا ونهايه الاسبوع. بداية جديدة وقيادة جديدة لمنظومة جديدة في الصحة. الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يلتقي بالقيادات الشعبية والصحفية في بداية عمله بتكليف من وزارة الصحة لإعادة هيكلة الصحة بشمال سيناء. أنا تم تكليفي من معالي الوزيرة بإعادة هيكلة القطاع الصحة في شمال سيناء بعمل منظومة صحية مستقرة علمية تطابق العلم تطابق الجودة في شمال سيناء. تم تكليفي برضو من معالي الوزيرة بأن أنا نبدأ تطوير للخدمة الصحية بحيث نقدم خدمة يرضى عنها المواطن ويرضى عنها مقدم الخدمة ذاته. لأن احنا طبعا تناقشنا في كل الأمور اللي بتخص المواطن السيناوي سواء من صحة سواء من خدمات صحية، وسعداء جدا بهذه يعني الطفرة ان يبدأ المسؤول يتعامل مع الإعلام، لأن تعامل المسؤول مع الإعلام ده شيء مهم جدا. لا يخشى الإعلام إلا من يريد أن يداري على أخطائه. الثقافة والإعلام الصحي هي عملية تربوية تثقيفية الغرض منها رفع الوعي الصحي للمواطنين والحد من انتشار الأمراض، بمعنى إن احنا بنعمله تربية صحية زي ما احنا بنربي أولادنا كتربية وتعليم، احنا بنربيهم كمان صحيا، بنغرزه فيهم المفاهيم الصحية بحيث إن هو يبعد عن الأمراض، بنعلمه إزاي يتجنب الأمراض المعدية. الصحة في شمال سيناء دايما في وجدان الدولة بمنظور جديد ووضع جديد وقيادة جديدة. شريط طبراني، شمال سيناء. أهلا بكم مرة تانية مشاهدي نهاية الأسبوع وجمعات فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة. والنهاردة الحقيقة زي ما قلنا لكم كده في البداية هيكون معنا مواهب يعني مختلفة. النهاردة الحقيقة هنشوف طريقة جديدة أو طرق جديدة جدا جدا ومبتكرة جدا جدا من طرق الرسم. خلونا نرحب بضيوفنا إسلام محمد، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. وسارة سابق، أهلا بيك يا سارة.
طيب اسلام وساره انتوا مخطوبين صح؟ اه. طيب انا عايز اعرف بقى الاول يا اسلام انتوا يعني اللي جمعكوا الفن يعني ولا؟ الرسم صح فعلا؟ اه يعني توقعي أنا صح. انا كنت بطلت الرسم من فتره وما كنتش لاقي دافع ان هو يرجعني تاني للرسم. خريج ايه؟ انا خريج تجاره. تجاره. كان نفسي كان نفسي اخش فنون جميله بس ما حصلش نصيب، فانا قلت انمي الموهبه بتاعتي، انا برسم من صغري يعني. فساره شفت الرسومات بتاعتها على الفيسبوك وكده فعجبتني الصراحه، فدخلت سالتها وكده ساعدتني وابتدت بقى المشوار. ابتدى يسالني في الرسم الاول وبعد كده الموضوع اتطور وبعد كده اتخطبنا. وانت طيب كويس قوي. ده حلوه القصه جميله. طيب خلينا بقى نشوف كده رسم زي ايه بقى يا اسلام، يعني انت بتروح مكان مثلا تنمي فيه الموهبه ولا انت مع نفسك؟ لا انا في البيت عادي في الاوضه بتاعتي. انا برسم بطرق مختلفه شويه بدائيه عشان الادوات انا مش عايز اعتمد عليها اللي بتبقى موجوده في المكتبات وكده. انا برسم بالماتيريال الطبيعيه اللي هي اللي حواليا، اي حاجه حواليا يعني، برسم مثلا بالكركديه، بالقهوه، شاي، النسكافيه، الحاجات اللي هي بتبقى حواليا في اي مكان. الطريقه دي يعني اللي اخترتها يمكن عشان مش مكلفه ويمكن بتدي نتيجة أفضل وحاجات غريبة يعني مبتكرة. لأن الفن ما بتوقفش على الإمكانيات. تمام. طيب سارة قولي لي أنت خريجة إيه؟ خريجة تربية، تربية ماس أصلا ملوش طبعا علاقة بالرسم بس. طيب أنت بترسمي، أنا شايفة محطوط علب ميك اب وكده، أنت بتعملي إيه؟ أنا برسم بالميك اب بس الأول كنت برسم رصاص وباستل، الخامات التقليدية عادي للرسم، بس حبيت إن أنا أعمل حاجة جديدة برضو ارسم بماتيريال مختلف، فحبيت ان ارسم بالميك اب يعني عشان بحب الميك اب. جربتيه بقى ولقيتيه يعني يعني ايه بترسمي بالميك اب زي ايه يعني؟ لوحه مثلا كامله؟ لوحه بالميك اب، واحيانا برسم على ايدي عيون مثلا او حاجات حقيقيه. تمام. يعني تقدري ترسمي على ايدك زي الرسم اللي هو بتبقى زي الحنه والحاجات دي؟ بتقدري. طيب قولي لي اشمعنى بقى الميك اب؟ بس انا اول مره اسمع عن الرسم بالميك اب يعني. حبيت فكره جديده وحبيت استخدامه قوي عشان بيدي نتيجه واقعيه اكتر، غير ان انا شاركت في معارض وشفت حاجات كتير، فحسيت ان بقى عندي داتا كبيره، فحسيت ان انا عايزه ابدع في حاجه مختلفه شويه. يعني انت دلوقتي مثلا خليني اقول لك، انت روحتي مكان مثلا اتعلمتي فيه الحاجات دي ولا زي اسلام لا معتمده على؟ لا انا كنت من وانا صغيره كنت برسم واشتركت في معارض كتير جدا. ده طبعا بيخليني اتطور، اي حد بيشترك في معارض كتير وبيرسم كتير بيتطور تلقائي من غير ما يتعلم. بعديها ابتديت انا اعمل كورسات اعلم الناس. بقيتي انت بتعلمي بقى؟ الحمد لله. طيب الحمد لله ما شاء الله. طب اشرحوا لنا كده اللوحات اللي قدامنا دي ايه؟ يعني لوحه البنوته دي ايه؟ انت اللي رسمها ولا اسمها؟ انا رسمها البنوته دي. دي ايه بقى؟ دي بالميك اب وبالباستل الاثنين مع بعض. بالميك اب والباستل. تمام. واللوحه الثانيه؟ اللوحه الثانيه الراجل دي كانت مسابقه كنت رسمها في ساعتين بس بالباستل. ما شاء الله. اسلام انا برسم بقى معاك. يعني الفنان احمد حلمي ده بالشاي والعسل. وفي وريها لنا كده يا والنبي يا اسلام. في رسمه زي دي بالقهوه. دي بالقهوه. دي قهوه. طب وانت بتظبطها ازاي من غير ما يعني؟ انا برسم الاوت لاين الاول وبعد كده بنفذ بالقهوه على طول. كانك بتلونها؟ كاني بلونها بدل الوان ميه او حاجه، بستخدم القهوه على طول. يعني اي حاجه في ايدك بتقدر ترسم بيها انت؟ ايه اللي قدامك ده؟ قهوه يعني؟ دي دي اللي قدامي دي قهوه يعني. ده كركديه. وريني كده. ده كركديه، ده تحس ان هو 3 دي شويه. ده الكركديه نفسه النبات نفسه. الكركديه وبنفذ برضو الفكره وببتدي ان انا اعمله زي 3 دي كده. الحاجات المجسمه ابتدي برضو فن كده يعني. تمام. والماتيريال اللي قدامك ده ايه؟ ميه دي شاي وعسل وقهوه. وده طب ميكو. ساره ايه اللي بالكبريت دي ايه؟ انت اللي عاملاها؟ لا اسلام. أنا. اسلام بيعمل حاجات المصغرات قوي. اللي هي بتبقى حاجات عادي تقليديه كله، بس المصغرات دي بتبقى محتاجه تركيز اعلى مش كده؟ اللي هي برسم على اللب والرز، برسم على اي حاجه صغيره خالص، اللبان، الحاجات الصغيره دي، التفاصيل الصغيره. بتقدر برضو ان انت بايه بقى بترسم؟ بايه؟ بقلم تحبير عادي سنه رفيع ومن غير عدسه او حاجه، وببتدي انفذ الرسم على طول لان ما فيهاش مجال للخطا ان انا اتلخبط او حاجه. وببتدي انفذ الفكره وبتبقى مصغره يعني، بتقدر تمشي بالقلم التفاصيل الصغيره دي. حلو قوي. طيب انتوا هتعملوا ايه بقى دلوقتي؟ انا عايزاكم ترسموا لنا حاجه. هنرسم رسمه كده مشتركه.
يا ريت. طيب اتفضلوا احنا هنشوف دلوقتي بقى احنا ساره واسلام وهم بيرسموا رسمه هم الاثنين. ساره انت هتستعملي الميك اب صح؟ اه طبعا الميك اب. تمام. انا هستخدم القهوه. وانت هتستعمل القهوه؟ القهوه اه القهوه. هو انتوا يا جماعه بترسموا نفس الرسمه ولا ايه؟ هتشوفوها في الاخر. بحاول افهم هم بيعملوا ايه بالظبط. طيب تمام. القهوه عندي انا بعشق. اشمعنى القهوه اللي انت عمال ترمي فيها دي؟ لا انا بحب القهوه قوي. القهوه غير الريحه طبعا ومذاقها رائع. ريحتها حلوه قوي وطعمها حلو كمان. طلعت قريبه شويه من الووتر كولر. الجواش قريبه قوي من الماتيريال بتاعت الرسم اصلا. طب ساره هو انت لما بيجي لك حد تعلميه بقى الرسم والحاجات دي بيطلب ان انت تعلميه بالميك اب زي ما انت بتعملي ولا؟ لا هو الاساس في التعليم الاوتلاين، التظليل الصح، التجسيد، التشريح. الحاجات دي اساسيات. لو الواحد عارف الاساسيات هيعرف يبتكر ويعني يبدع بصراحه. طب انتوا نفسكم بقى قولي يا اسلام. احنا فعلا عملنا زي حاجه اسمها ارتيكو. الارتيكو دي يعني ارتيكو اللي هو الفن المشترك. ارتيكو ار زي الارت كومباني يعني. ايوه ده أوكي. الفن المشترك بحيث ان هي بترسم بحاجه مختلفه عني خالص. انا برسم بشاي بقهوه الحاجات اللي هي المختلفه، هي بترسم بالميك اب ونبتدي ان احنا نعلم ندي كورسات تعليم الرسم المختلف ده، لان هو ده اللي جاي وده اللي بنشوفه في برامج المواهب دايما. ما بنلاقيش حد بيرسم بالفحم او لان ما فيش ابداع خلاص، هو كله بيرسم بالفحم والرصاص والكلام ده. صحيح. احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه عشان نودي رساله ان لا الفن ما بيتوقفش على اي امكانيات. انا ممكن باي ادوات بسيطه ابتدي انفذ اي افكار. ساره بعملها ترسم بالقلم اللي هو الايلاينر صح؟ انا مركزه بقى اصلي معاها قوي، يعني اول مره اشوف حكايه رسم بالميك اب دي فمركزه قوي حكايه. وبعدين انت بقى بتملي الرسمه دي بالشادو بالاي شادو. اي شادو بتجيبي ميك اب مخصوص للرسم صح؟ هو احيانا بيعجبني برضو فعادي بستخدمه. واحيانا يطلع حلو فتستعملي نفسك. منعمله بقى كل السيناريوهات جايه في دماغي دلوقتي. ايوه انا كده هستخدم القهوه. طيب اسلام بقى انت بتحط القهوه. القهوه على طول اهي. طبعا الورق لازم يبقى 300 جرام. عشان ما يبوظش. عشان ما يبوظش. انت بتجيب مثلا مقدار قهوه معين تحط عليه ميه؟ طبعا ليها بتحكم في التقل بتاعه ان هو يبقى خفيف او تقيل عن بالمية. طريق برضو الميه. حتى لو انا نزلت على الرسمه حاجه تقيله ممكن اخففها بالميه، يعني بقدر اتحكم فيها عادي خالص. سهله. اوكي. دي كده القهوه. دي القهوه وطبعا ريحتها. طبعا عشاق القهوه هتلاقيهم بيعشقوا الرسمات دي. انا مبسوطه من الرسمه دي. خدها معايا وانا ماشيه. طبعا ريحتها حلوه. ريحتها قهوه. ايه كده. تمام. الرسم عامة أو أي موهبة بتغذي الروح يعني. طبعا أنا يعني إن شاء الله أولادكم كمان هتعلموهم الرسم بقى إذا عندهم أكيد. موهبة يعني. كمان مش المواهب، كمان قصة الحب الجميلة اللي موجودة معانا دي كمان يعني حاجة عظيمة جدا. أصلا الرسم كمان بيساعدني قوي في شغلي كمجال التدريس. أنا أصلا ماث تيتشر. الله. فبعلم الأولاد حاجات. طبعا بعلم الأولاد حاجات حلوة قوي. ساره هو بيثبت معاهم المعلومه اكتر مع الرسم مش كده؟ طبعا. الالوان والكالر يعني الكالر نفسه والرسم ده بيثبت قوي. كمان انا بدي مراحل صغيره برايمري 1 برايمري 2 دول بقى تلاقيهم بينبهروا جدا بالرسومات وبالالوان جداً. وبالحاجات دي. اسلام انت مجال عملك ايه بقى غير الموهبه؟ انا محاسب. ملوش اي علاقه ارقام بقى وكده. ملوش علاقه بالرسم. بس في ناس بتبقى الموهبه بتغلب عليهم فبيعملوا شيفت كارير، ما بتفكرش تعمل حاجه زي كده. احنا اساسا شغالين اوردرات عادي يعني. احنا بحد بيطلب مننا مثلا اوردر فحم ورصاص ونسكافيه والكلام ده غير الكورسز مثلا اللي احنا بنعملها. غير الكورس يعني شغالين ده وده بعد الشغل يعني. احنا الدنيا حطتنا في المجال اللي احنا فيه بس اللي احنا بنحبه قلنا نطور فيه بمجهودنا احنا بقى.
طب يعني ولادكم ان شاء الله بقى بعد كده اذا ما كانوش حابين، لان الموهبه دي الرسم موهبه يعني، هتحببوهم بقى في الرسم ولا؟ اكيد طبعا. وبعدين يعني هنشوف على حسب برضه الطفل يعني، في طفل بيحب الرسم ميوله. بيعرف يرسم، ممكن يبقى عنده ميول تانية، بيكون مبسوط. ميول تانية طبعا. عادي مفيش مشكله خالص. عزف مثلا، ميوزك يعني، عادي. الفنون بتهذب الروح، واكيد طبعاً. البيت أكيد. ما شاء الله هيبقى بيت فيه يعني رقي، بيت فن. دايما الناس تقول لك انت بتبقى بنقعد نجيب مشاكل كتير قوي وخناقات كتير قوي، بس والله الدنيا فيها حاجات حلوه هي اكيد. لما بيجمع الكابل او الاثنين اهتمام مشترك او حاجه حلوة مشتركة، حب لفن أو حب لحاجة معينة، بيبقوا الاثنين برضو مبسوطين. ربنا يسعدكم كلكم ويسعد كل الناس اللي شايفانا دلوقتي إن شاء الله، ويبعد دايما عن المشاكل. عارفة أن فيه برضو تعليقات هرد عليكم، حاضر هرد عليكم كلكم بعد الهوا. بالنسبة للناس اللي بتتكلم على الفيسبوك، احنا ابتدينا نخلص طبعا. برضو لسه انا لسه ما استوعبتش النهائي بتاع الرسم على فكره يعني، مش هنشوف دلوقتي. لسه ما استوعبتش الموضوع النهائي، وانا حاسه ان في هنا تمام. خلاص خلاص انا خلاص. طيب اسلام خلص وانا بعد خلصت وساره خلصت. طيب كويس، عيب. ثواني بس سيبها، اديها فرصه. لا انا بحب قوي يعني اهتم بالتفاصيل، مش كده طبعا. هتقولي لي بعدين الميك اب فعلا اصعب يعني. الميك اب اصعب. ده يلا نشوف. الله ده حلو قوي، تحفه. لا بعد اذنك الامضى يعني لازم. امضي يا ساره، امضي يا اسلام. لا امضي بقى على ناحيتك. حلوه جدا جدا، رسمه جميله رسموها لنا ساره واسلام. ومبروك، عايزه ابارك لكم طبعا على الخطوبه ومقدما على الجواز. وقلنا النهارده يعني غير الموهبه ان احنا نختم حلقتنا بحاجه كده جميله ومشرقه، وان شاء الله ربنا يسعد الجميع يا رب، وناخد بالنا يا بنات ويا شباب من الاختيارات، وان شاء الله ربنا يسعدكم وربنا يهنيكم كلكم، ويهني ساره واسلام اللي بشكرهم جدا جدا ان هم جولنا وتعبناكم معانا وجبنا الحاجات الحلوه، وبشكركم على الرسمه الجميله دي اللي حابين ان احنا نختم بيها حلقتنا. برضو يعني رسمه بتعبر عن الحب وعن الترابط. بشكركم ساره سابق واسلام محمد، شكرا جزيلا، وشكرا لكل مشاهدي برنامجنا نهايه الاسبوع. ارجو النهارده ان الحلقه تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم منها، وشكرا لكل متابعينا ومتصلينا سواء على التليفون او على الفيسبوك، وسعدت جدا جدا بيكم النهارده في نهايه الاسبوع. كل خميس وجمعه بسعد بحضراتكم من 9 ل 11:30 ونهايه الاسبوع، فكونوا على موعد. سلام.